كده المفروض شايفين معايا الشاشه، تمام. فزي ما اتفقنا احنا المحاضره بتاعتنا بنتكلم فيها عن الافيليت ماركتنج والتجاره الالكترونيه، التسويق بالعموله والتجاره الالكترونيه، هم دول العصر اللي احنا فيه، هو ده الحاضر والمستقبل بتاع اي حد عاوز او بيفكر يعمل بزنس، والبزنس هو الطريق لاي حد عايز او بيفكر انه يوصل باذن الله لحريه ماليه، يعني يقدر يبقى معاه ما يكفي من الاموال اللي تخليه يجيب اللي هو نفسه يجيبه. دي معنى كلمه الحريه الماليه، او بمعنى اخر انك بتبقى خلاص بتوصل لمرحله انك بتشتغل بس مش عشان الفلوس، انت خلاص بتشتغل علشان بتشتغل عشان تحقق ذاتك وخلافه، لكن كل احتياجاتك الاساسيه واكتر منها حبتين بتبقى خلاص انت ما بيجوش عندك فيهم مشكله. فده باذن الله حاجه ممكن باذن الله طبعا ممكن توصل لها طبعا باتباع الخطوات الصحيحه والتطبيق السليم وخلافه. الخلاصه ان من خلال التسويق بالعموله او التجاره الالكترونيه ده شيء ممكن يحصل، وهنشوف ازاي دلوقتي بكل تفصيل. طيب زي ما اتفقنا هنعرف ايه هي بقى الطريقه اللي انا بستخدمها عشان احقق الكلام ده، اكتر من 20,000 دولار شهريا، وطبعا الاهم ازاي بقى انت كمان تقدر تعمل نفس الاسلوب ده وتطبقه، هتشوف بنفسك انك ممكن تعرف تعمل الكلام ده النهارده، يعني بعد ما تشوف المحاضره تقدر تبدا او تاخد اولى خطواتك وفي وقت قصير، يعتمد حسب حاجات كذا عامل كده، فهتوضح معاك الصوره واحنا بنتكلم، تقدر تبدا انت كمان وتنفذ مثل هذا الامر بالظبط. طيب هدفي النهارده هو ان انا اساعدك انك تبدا بزنس خاص على الانترنت النهارده زي ما اتفقنا. لو انت حتى ما عندكش اي منتجات ممكن تبيعها او تسوق اليها، او اي خبرات سابقه في هذا المجال، او حتى اي خبرات سابقه في اي عمل او مشروع يعني انت عملته قبل كده، انا ده هدفي، ده اول هدف. الهدف الثاني انك لو بالفعل عندك بزنس، فهدفي هو اني اساعدك انك تنمي هذا العمل بانك توجده على الانترنت بصوره صحيحه وقويه وفعاله. وانا عارف ان كتير من اللي بيسمعوني هيكونوا احد هؤلاء، اما انك عايز تبدا بزنس وبتسمع عن انك ممكن تبدا على الانترنت وما انتش عارف تعمل ايه بالظبط، او جربت بالفعل حاجات ما جبتش نتيجه قوي، ما جبتش نتيجه خالص، ما جبتش نتيجه راضياك، النهارده هتعرف ازاي ممكن توصل للكلام ده بشكله الصحيح جدا. ولو انت عندك بزنس اكيد برضو انت حاولت تكون على الانترنت، حاولت كتير ووصلت لبعض النتائج، ولكن لسه حاسس ان في اكتر بكتير، وحاسس ان في سر، في حاجة بتخلي في ناس تعرف تعمل فلوس كتير من خلال الكلام ده وانت لسه مش عارف تجيبها، فاحنا النهاردة هنقولها لك بإذن الله. طيب اللي هيقعد معايا لآخر المحاضرة ان شاء الله لي عندي مفاجأة قوية جدا 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 هتبهرك وهتبسطك قوي قوي، فخليك استنى معايا لآخر المحاضرة، غير انك هتستفيد جدا من المعلومات اللي هتشوفها فيها، انت كمان ليك عندي مفاجأة في منتهى الروعة. طيب سريعا كده للي ما يعرفونيش، تمام، انا اسمي ياسر سليم، انا ابتديت في عام، عندي اكتر من 13 سنه خبره في مجال التسويق الالكتروني والتجاره الالكترونيه والمبيعات كمان. في عام 2008 ابتديت اول مشروع ليا خاص على الانترنت، وكان عباره عن متجر الكتروني متخصص في بيع اللابتوبس والموبايلز وامور من هذا القبيل. واسمحوا لي احكي لكم قصه صغيره جدا بتاعه الحكايه دي. كنت انا ساعتها بشتغل سيلز في احد الشركات، تمام كده، و يعني ما كنتش حابب قوي الشغل اللي انا بعمله، ما كنتش حابب فكره ان انا اكون موظف اصلا، تمام. وساعتها كنت حتى لسه بدرس في الكليه، لكن انا كنت حابب اني ابدا شغل يعني بدري شويه. المهم في مره من المرات كنت قاعد مع احد اصدقائي وسالته اذا كان في يعني بزنس ممكن ايه اخش معاه فيه او كده، لان هو كان عنده بزنس، كان عنده شركه بتاعه كمبيوتر، هو كان صديقي بس كان اكبر مني بحوالي 10 سنين يعني. المهم ابتديت فعلا معاه في مشروع كويس جدا، هو يعني اشتغلت معاه، هو كان بيسوق لي او بيبيع اجهزه كمبيوتر في الوقت ده، فقال لي تمام احنا عندنا مجموعه كده من اللابتوبس الجديده القويه جدا، الكلام ده بقى كان في 2008 وبنسوقها، فعايزك تبدا تسوقها معايا ويلا بينا وهتاخد عموله كذا. قلت له تمام، وابتديت بقى خدنا عملنا بروشور كده اللي هو الورق الدعائي ده اللي هو الفلاير وكارت والكلام اللي انتوا فاهمينه ده، وابتديت الف، لان كان العرض يعني قوي شويتين، وابتديت بقى ايه استهدفت الاطباء وحاجات معينه، وابتديت اروح وحققت بعض المبيعات وكده، لكن النتيجه ما كانتش يعني جامده يعني بالنسبه لي قوي، والموضوع كان مرهق جدا لان كنت بروح بنفسي وحاجات زي كده. فالمهم في يوم تاني كنت قاعد مع صديق اخر وبحكي له عن اللي انا بعمله، فقال لي يا ابني طب ليه اللف والكلام الفارغ ده؟ ما تبيع الكلام ده على الانترنت. قلت له اه والله فكره، ازاي ما جاتش في بالي؟ الكلام ده في 2008 كان في انترنت طبعا، وكانت مهمه ومنتشره وكل حاجه، لكن طبعا مش زي دلوقتي، لكن كانت برضو
الانترنت. يعني لو اي حد بيسمعني من الجيل اللي كان كبير في سنه 2008 عارف ان كان في انترنت وكان في حاجات كتير ساعتها، يعني كان قريب من دلوقتي لكن اقل شويتين. المهم فعلا سمعت كلامه وابتديت بقى انا مش عارف حاجه عن الدنيا دي خالص، فابتديت اتعلم زي ما انت كده بتتعلم دلوقتي معايا. ابتديت اتعلم من كل المصادر الممكنه والمتاحه ساعتها، مش عايز اطول على حضراتكم، وابتديت بالفعل ان انا اسوق الموضوع ده، وعملت بقى متجر الكتروني بنفسي وشويه حاجات ومش عارف ايه. كان الموضوع طبعا اصعب بكتير جدا 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 من دلوقتي، وهنشوف ازاي دلوقتي بقى الموضوع اسهل بكتير. المهم ومع الوقت ابتدت فعلا ان انا احقق مبيعات كويسه جدا، وبيع في بيعه في الثانيه شهر، في الثاني في الثالث في الرابع. بعد حوالي 8 شهور كده قررت ان انا افتح شركه لوحدي، تمام. بالشركه دي كان كل قوامها هو انا واثنين موظفين معايا ومكتب بسيط جدا، وطبعا كان موقع الكتروني قوي جدا كنت انا اللي عامله، وابتديت اسوق واستمريت وحققت ارباح جميله جدا وكويسه جدا. يعني في العام الاول لاطلاق شركتي دي ساعتها كان اسمها كيو اي تي، جايه من كوانتم انفورميشن تكنولوجي، اسم معقد جدا عشان انا كنت ساعتها لسه طالب في كليه هندسه، وكانت الحاجات دي كانت مأثره عليا حبتين فاخترت اسم صعب جدا. المهم بس الموضوع مشي يعني الحمد لله. المهم ابتديت ابيعه في اول سنه من خلال بقى الانترنت في عام 2008 الحمد لله، لاني كنت بطبق طرق يعني درستها كويس. بفضل الله عملت مبيعات بمليون جنيه مصري، تمام، مليون جنيه مصري في وقتها، يعني كان الدولار باين ب 5 6 جنيه يعني، فانت ممكن تحسبها كان ما يعادل كام دلوقتي. المبيعات دي كان صافي ربحي فيها، لان كنت ببيع اجهزه يعني فيها الهامش الربح صغير شويه، يعني كان بيبقى 10%، فكان صافي الربح بتاعي هو حوالي 100,000 جنيه مثلا في السنه، وده كان رقم يعني كبير جدا بالنسبه لي وبالنسبه لسني. ثم مش عايز اطول بقى على حضراتكم، بس كنت حابب بس احكي لكم القصه دي عشان تعرف ان اي حد ابتدى كان فيه قبل ما يبتدي قصه. فانت ممكن لو انت لسه ما ابتدتش او لو انت لسه في نص الطريق، فاعرف ان لسه فيه كتير، وانك ممكن تحقق الكلام ده في وقت اقصر مني بكتير جدا جدا، لان عندك فرصه ما كانتش عندي او عند اللي زيي، وهي ان الانترنت دلوقتي اختلفت وبقت اسهل. والحاجه الثانيه هو ان بقى في ناس زيي كتيره موجوده، تمام، تقدر تعلمك وتقول لك تعمل ايه بالظبط عشان ما تتوهش، وادوات اسهل وحاجات كتير جدا. طيب هتعرف كل حاجه دلوقتي، موضوع في منتهى الروعه، ركز معايا. في عام 2013 جالي عرض رائع جدا من شركه يعني ابتدى يزيع صيتي شويه في التسويق الالكتروني في الاندستري اللي انا كنت فيها وشويه علاقات. المهم جالي عرض قوي جدا اني اشتغل كمدير التسويق والمبيعات لشركه اسمها ار ام جي اس، شركه رائده، شركه عالميه بتعمل في مجال السوفت وير اوفشورنج اللي هو تصدير السوفت وير او البرمجيات، مجال كده متخصص جدا، اللي هو ببساطه يعني ان الشركات المتخصصه بالذات في السوفت وير بتحتاج يبقى عندها مبرمجين كتير، فمن ضمن مش شرط يكونوا في نفس البلد، بتحتاج ممكن مبرمجين من دول اخرى عشان تبقى اوفر. فانا كان شغلي هو الشركه بتاعتنا بقى كانت هي شغلتها هي ان عندها مبرمجين كتير، عشرات المبرمجين، ويمكن وصلوا ل 200 او مبرمج او حاجه زي كده يعني لحد ما انا سبت هذه الشركه يعني. المهم وبيشتغلوا لحساب الشركات اللي موجوده في امريكا وكندا تحديدا، امريكا ويو اس اي ونورث امريكا تحديدا وكندا، يعني ده كان الايه التارجت ماركت او السوق المستهدف بتاعي ساعتها. وكنت يعني الحمد لله قبلت بلاء حسن، والشركه دي كان ساعه لما انا رحت كان عندها اكونت واحد بس، يعني شركه واحده بس بتشتغل لحسابها، شركه بتغطي لها مصاريف كبيره وبتعمل لها ارباح. فانا بفضل الله في خلال عامين باستخدام برضو نفس تقنيات التسويق الالكتروني ومهاراتي في المبيعات، قدرت اني بفضل الله اخلي الاكونت ده 5 و6 و7 اكونتس، وعديت يعني التارجت بفرق كبير وبفضل الله تعالى. ثم في 2016 ابتديت مشروع في منتهى الروعه، ممكن تكون كتير من حضراتكم او مؤكد ان كتير من حضراتكم هتكون سمع عنه، وهي شركه اكسباند كارت اللي هي منصه التجاره الالكترونيه اللي اصبحت بفضل الله واحده من اكبر منصات التجاره الالكترونيه في العالم العربي. اسستها في عام 2016 وكنت المدير التنفيذي للشركه، ابتديتها من الصفر الى حين ما بقت من اكبر منصات التجاره الالكترونيه في العالم العربي. ثم جاءني عرض في منتهى الروعه لبيع جزء كبير من حصتي في هذه الشركه، فبعت جزء كبير بمبلغ محترم لان ده كان موضوع كويس جدا بالنسبه لي ساعتها، وكان عندي برضو اهداف اخرى هتعرفوها دلوقتي. وتركت منصبي طبعا كسي او لاني كنت حابب بقى اتفرغ للمشروع اللي بعده اللي هو الحالي، تمام. وابتديت بقى في 2019 pioneersnow.com اللي هي منصه خاصه بالدورات الخاصه بالتسويق الالكتروني والتجاره الالكترونيه، وده اهم مشروعاتي الحاليه. وبفضل الله بقى لنا سنه تقريبا، يعني بقى لنا يمكن اكتر من سنه، وبفضل الله النجاح منقطع النظير بفضل الله تعالى، اكتر من 2000 طالب موجودين دلوقتي في بايونيرز ناو من جميع انحاء العالم والعالم بشكل عام،
والعالم العربي تحديدا. ثم والحاجات الثانيه اللي بعملها مع هذا اني بمانج اكتر من او بمتلك كمان اكتر من 10 مواقع مختلفه في مجالات مختلفه، كلها مواقع بتدر عليا ارباح، يعني مصادر متعدده كده من الارباح، وفيها مواقع مرتبطه ببعضها البعض. طيب واخيرا اني بعمل كمستشار تسويق الكتروني لعشرات الشركات في عالمنا العربي. يعني باختصار وارجو اني ما كنت طولتش، بس عشان الناس اللي ما تعرفنيش تبقى برضو عرفتني وتشرفني. طيب نخش بقى في الموضوع. قبل ما نبدا، حاجه في منتهى الاهميه لازم اقولها لك. اللي انا هقوله لك النهارده ده مش معناه وعد بانك هتكسب 20,000 دولار شهريا، ولا انا بكلمك في ان انت مؤكد يعني انك لازم تكسب والكلام ده كله، او بوعدك او بقول لك انت هتبقى غني بسرعه ولا حاجه من دي اطلاقا. اللي انا بقوله لك، انا هقول لك علم، ونتائج بقى اللي انت هتحققها بناء على تطبيق هذا العلم ممكن تزيد او تقل عن الرقم ده. الامر بيرجع في الاخر لقدرتك على تنفيذ واستيعاب اللي انا هقوله لك. بس الموضوع سهل وامكانياته بسيطه، واي حد بيسمعني لو ركز وحط الموضوع في دماغه يقدر يعمله. لكن اللي مش هيركز بقى او مش حط الموضوع في دماغه او هيزهق بسرعه والكلام ده، فدي بقى تبقى مشكلته. الخلاصه، انت ممكن تحقق اكتر او اقل من الرقم ده. ده مش وعد بربح مبلغ معين او وعد بالربح. انا هقدم لك علم، بس علم قوي، علم تطبيقي مجرب. حلو، اتفقنا؟ عشان كله يبقى فاهم معايا. طيب حلو الكلام، نبدا بقى كده واقول لك ايه القصه وايه الحكايه. في البدايه كنت طبعا يعني اول ما ابتديت ان انا عملت المشروع بتاعي ده في 2008، اللي هو اول ما دخلت على فكره ان انا اشتغل من خلال الانترنت، يعني كانت الهدف بتاعي هو ان انا اي ونت ميك ا جود ليفنج، يعني عايز اعمل دخل شهري كويس مش اكتر من كده. ثم لما شفت الارباح وشفت الدنيا وابتديت احس ان الموضوع يعني اذا ده ممكن، ده الموضوع في شغل، فابتديت افكر بطريقه مختلفه، وابتديت ان انا طيب انا عايز ابقى مليونير، يعني اشمعنى ما في ناس كتير مليونيرات، طب ليه ما بقاش؟ فابتديت افكر كده، وانا لو عايز ابقى مليونير يعني مثلا اعمل مليون جنيه مثلا، نقول جنيه في السنه، تمام، المفروض اعمل ايه؟ ثم بعد شويه طب لو مليون دولار هعمل ايه؟ فلو جيت انت حسبت المليون دولار او المليون بعمله بلدك، تمام، عايز تعرف تعمل المليون دي ازاي؟ في سنه اقسم المليون دول على 365 اللي هم عدد ايام السنه، هيطلع لك 2739 دولار في اليوم لو بنتكلم ايه على مليون دولار. الكلام ده معناه انك عشان تكسب مليون دولار في سنه محتاج تكسب 2739 دولار في اليوم. يبان الرقم صعب، لكن الحقيقه ان اللي حصل ان بفضل الله دلوقتي عندي 7 ريفينيو ستريم، 7 مصادر للدخل كلهم 100% اونلاين، يعني ما عنديش اي مشروع زي مثلا كافيه او مثلا معرض سيارات، ما عنديش حاجات من دي، كله اونلاين، تمام، 100% اونلاين، تمام كده، بيعملوا لي بفضل الله تعالى ما بين 1000 ل 3000 دولار يوميا بفضل الله تعالى. وانت كمان تقدر تعمل ده لو ركزت ومشيت واتبعت الموضوع بشكله الصحيح. ومره ثانيه بناكد، ليس هذا وعدا بيني، بقول لك انا معايا طريقه سحريه هتعمل بيها الكلام ده، لكن انا معايا طريقه عمليه، طريقه بتنجح لو انت عرفت تفهمها وتطبقها، واكيد هتعرف، انا متاكد هتقدر باذن الله توصل لارقام مشابهه، شيء في منتهى الوضوح. طيب تعالوا كده نشوف نماذج لهذه الارباح بسرعه، تمام كده، يلا بينا. ده كده حسابي على البي بال كده مصادفه البالانس فيه 3000 دولار، انا بسحب الفلوس اول باول. ولو جينا بصينا هنا هنلاقي كل الحاجات اللي بالاخضر دي عمولات افليت وصلت، ولو بصينا على التاريخ هنلاقيهم يوم 12، يوم 10، يوم 6، يوم 5، يوم 4، يوم 4 وهكذا، زي ما انتم شايفين كده تقريبا كل يومين ثلاثه بيجي ايه مبلغ. ده كده دي مثلا مثال عن عمولات الافليت اللي بتوصلني، تمام. لو جينا مثلا هنا دي منصه تو تشيك اوت، دي منصه خاصه بال بتستخدمها في قبول الدفع على الانترنت، تمام كده، ببطاقه الائتمان وخلافه، تمام. وزي ما احنا شايفين كده نقدر نشوف كده لو هنا دي اخر 3 شهور، تمام، اجمالي المبيعات بتاعتهم 76,000 دولار و800، تمام، في 3 شهور، يعني زي ما انتم شايفين تقدر تحسب. لو جينا نبص برضو بايونير، برضو دي احد الطرق اللي بستلم بيها اموال من كذا مصدر، نقدر نشوف برضو مصادر بتوصل، اي حاجه ما جنبهاش ناقص دي مدخول، والنواقص دي يعني استخدمت صرفت الفلوس سحبتها وخلافه يعني، تمام. فزي ما انتم شايفين سريعا يعني دي بعض ايه النماذج للارباح، تمام، عشان بس كل الناس تشوفها كده بعينيها ويخش كده الموضوع ويفهم ويركز معايا بقى ويشوف ايه بقى الحكايه دي. طيب تعالوا كده نشوف.
قبل ما اقول لك التفاصيل بتاعت الحكايه بتاعتنا بتاعت النهارده، انا عايزك توعدني وعد، وعد ان انت اللي هتتعلمه النهارده ده شيء في منتهى القوه، في منتهى القوه. فانا عايزك توعدني انك مش هتستخدمه في شيء غلط، تمام؟ لانه قوي جدا، يعني هتقدر لو عرفت تعمله وهتعرف تعمله ان شاء الله، لما تعرف تعمله هتقدر تعمل بيه اي حاجه، يعني تقدر تبيع بيه اي حاجه، تمام كده؟ فلو استخدمته بشكل سيء انك تبيع حاجه مش حلوه، تمام؟ فدي هتبقى مشكله. فانا يعني ايه بشهدك بقى على نفسك، انت لازم توعدني انك هتبيع بيه او هتستخدمه في بيع حاجات كويسه، هتستخدمه في شيء كويس وفي الخير، تمام؟ انا متاكد ان كل اللي بيسمعوني على هذا الامر، فانا المفروض ان حضراتكم كده وعدتوني بالكلام ده، انك هتستخدم الكلام ده في صح، لانه هو في منتهى القوه، شيء اللي هتعرفه في منتهى القوه. طيب يعني ما تبقاش زي كده ايه وولف وول ستريت، عارفين الفيلم بتاع وولف وول ستريت وجوردن بيلفورت، تمام؟ ده جوردن بيلفورت الحقيقي، تمام؟ وده ليوناردو دي كابريو طبعا اللي عامل دور في الفيلم الرائع بتاع ذا وولف اوف وول ستريت. جوردن بيلفورت في العصر اللي كان فيه في الثمانينات ده كان امتلك سلاح او السر بتاع العصر في تحقيق الفلوس وتحقيق المبيعات، وكان السر بتاعه هو ايه؟ السلاح السري بتاعه كان ساعتها هو ايه؟ ان هو هي نوز هاو تو سيل اون فون، بيعرف ازاي يبيع على التليفون. ساعتها كان التليفون هو الحكايه طبعا، تمام كده؟ هو كان دي كل قصته، هو كان شاطر جدا في انه بيعرف، امتلك السر والخلطه والطريقه والاسلوب بتاع انه يعرف يبيع على التليفون، ومن خلال ده عمل ثروه. بس جوردن بيلفورت ما عملش الوعد اللي انا قلت لك عليه، استغل هذا السلاح في شيء سيء، لانه كان ساعتها بيبيع ايه الاسهم، شركات مش كويسه وحاجات كده اللي شافوا فيكم الفيلم بقى، فاهم؟ والدنيا ما ظبطتش، وبعد كده بقى كويس حاليا، يعني بيدي تريننج وحاجات كويسه، هو شخص رائع يعني دلوقتي، تمام؟ بس فالفكره ان انت النهارده هتمتلك باذن الله هذا السلاح، بس سلاح العصر اللي هو الانترنت. هتمتلك هذا السلاح بس سلاح العصر اللي هو التسويق عبر الانترنت، ده السيكريت ويب، هاو تو سيل اونلاين، ازاي تبيع اي منتج اونلاين. طب انا ما عنديش منتجات، هقول لك مش مشكله خالص، اصبر معايا، ما انا قلت لك في الاول ما عندكش او عندك، خليك معايا هتستفيد وهتعرف ازاي تعمل ايه بالظبط. طيب النهارده بقى هقول لك بقى على اربع اسرار. اول حاجه بقى هقول لك ازاي ممكن تبدا اونلاين بزنس، مشروع تجاري على الانترنت، من غير ما تشحن منتجات ولا تشتري منتجات ولا تعمل خدمه عملاء. ايه ده، هو ينفع؟ اه ينفع، وهقول لك ازاي. طيب وازاي كمان تقدر تحصل، لو انت عندك بقى بزنس، ازاي تقدر تحصل على عملاء جدد يوميا يوميا، من غير ما تتكلم في التليفون ولا تعمل دايلي فيزيتس ولا تروح تزور ناس وتعمل ميتنجز والكلام اللي بيحصل ده، انك تبعت مناديب والحاجات اللي انتوا عارفينها اللي بيعمل فيكم في حضراتكم بزنس، اكيد فاهم بتكلم عن ايه، ولا تعمل كولد كولز تقعد تتكلم بقى في شركات والكلام ده كله، ولا تشات على السوشيال ميديا ولا الواتساب ولا الكلام ده كله. اخليك تجيب عملاء كل يوم، اعرفك ازاي ممكن تجيب عملاء كل يوم من غير ما تعمل حاجه من الحاجات دي. والسر الثالث، هعرفك حاجه في منتهى الروعه هتخلي حياتك مختلفه واحلى بكتير، هعرفك ازاي ممكن تحط 90% من شغلك في على الاوتو بايلوت، يعني بسبب تولز قويه جدا موجوده وسهله قوي، تمام؟ استخدامها سهل جدا، تمام؟ زي تطبيقات الهاتف كده، حاجات في منتهى السهوله والروعه، تخليك تخلي البيزنس بتاعك ده بيشتغل لوحده، اوتوماتيك، كله اوتوماتيك، انت بس بتشغله زي كده اللي بتشغل زرار المكنه اللي بتنتج، بس هنا المكنه بقى بتنتج ايه؟ ارباح، بتنتج مبيعات، بتنتج فلوس، تمام؟ فده اللي انا هعرفه لك، ازاي يكون 90% من الشغل اليومي بتاعك بالطريقه دي، شيء رائع صح؟ طيب وايه كمان؟ وكمان هعرفك حاجه كده على الماشي، هعرفك ازاي برضو تبني موقع الكتروني من غير اكواد وفي اقل من ساعه، كل ده هعرفه لك في هذه المحاضره اللي بنحاول نعملها باسرع ما يمكن، لكن ان شاء الله باكبر فايده ممكنه، ركز معايا. طيب يا سيدي، عشان يبقى عندك، خد بقى المعلومات دي مني مهمه جدا، عشان يبقى عندك مشروع تجاري ناجح على الانترنت، انت محتاج حاجه من اتنين، يا اما تبيع منتج بشكل مباشر، يا اما تو بروموت اذر بيبل برودكتس، يا اما تسوق لمنتجات ناس تانية. يعني ايه الموضوع ده؟ يعني حاجتين، تبيع منتج يعني انت بتعمل اي كوميرس. يعني ايه بتعمل اي كوميرس؟ يعني بتعمل تجاره الكترونيه، يعني زي اي حد بيبيع منتجات على الفيسبوك او بيبيع على انستغرام او على متجره الالكتروني او على كل الحاجات دي مجتمعه، طالما عنده منتج وبيبيعه هو نفسه اللي بيبيعه، يعني هو من خلال اسم تجاري، مش لازم هو شخصيا يعني، تمام؟ بس هو اللي بيبيعه، تمام؟ ففي الحاله دي اسمه اي كوميرس، تمام؟ تجاره الكترونيه، يعني عمليه البيع بتتم عندك، تبقى انت كده هتعمل تجاره الكترونيه. ده سهل وحلو لو انت عندك منتجات او عندك امكانيه ان يكون عندك منتجات، وفي بعض الطرق كده انا عدي عليها، تمام؟ فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه وهي الاسهل والاحلى لاي مبتدئ، تمام؟
اي حد بيسمعني بقى مبتدئ خالص وعايز بقى يبدا حاجه جامده جدا، هي الافيليت ماركتنج، وهو شيء في منتهى الروعه. افيليت ماركتنج يعني تسويق بالعموله. يعني ايه بقى تسويق بالعموله؟ تعالى اقول لك. بص معايا على الصوره دي كده في السريع، وهشرح لك دلوقتي خطوه بخطوه يعني ايه افيليت ماركتنج. دلوقتي حضرتك شايف كده معايا برضو الشاشه، نبدا نشرح هنا عشان ده اللي هناخد عليه اكتر. طيب حلو، في يا سيدي الاف او ملايين الشركات، خلينا نقول الاف الشركات يعني، او عشرات الالاف من الشركات، tens of thousands of companies يعني، من كل انحاء العالم اللي عندها ملايين المنتجات، تمام كده، millions of product، تمام كده، وبتسوقها. من ضمن طرق التسويق اللي بتتبعها هي الايه؟ الافيليت ماركتنج. يعني ايه؟ يعني بتشوف اشخاص زيك كده بالظبط، تقول لهم لو سوقت لي المنتج ده وجاي اي بيعه عن طريقك هتاخد عموله، عموله كوميشن. حلو قوي، حلو جدا. وفي الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ كل اللي عليك انك بتسوق، والشركه دي هي اللي بتقوم بكل الباقي، يعني هي اللي هتنفذ البيعه وهتنفذ الاوردر وهتسلم المنتج هذا العميل، او هتدي له هذه الخدمه وتعمل خدمه العملاء وكل شيء. انت ما عليك غير انك بتدل على المنتج وتحصل على عموله في المقابل. والمنتجات هنا مش بس منتجاتنا الملموسه اللي احنا عارفينها، اللي هي الفيزيكال برودكت، اللي هي كل المنتجات اللي حضراتكم عارفينها زي الموبايل زي اللبس، كل الحاجات دي مش بس فيزيكال برودكت، تمام؟ لا، عندنا كمان ديجيتال برودكت اللي هي المنتجات الرقميه زي كتب، زي الاونلاين كورسز، تمام كده؟ فدي اسمها ديجيتال برودكت، سوري، ديجيتال برودكت. ومش بس الديجيتال برودكتس، في كمان عندنا السيرفيسز اللي هي الخدمات، او SaaS اللي هي Software as a Service، خدمات زي أي خدمات ممكن تتخيلها، تمام؟ برضو ممكن تسوق الخدمات على الإنترنت من خلال التسويق بالعمولة. والساس هي Software as a Service، يعني التسويق للشركات اللي بتقدم السوفتوير كخدمة، زي مواقع الاستضافة على سبيل المثال. دي كده ساس، بتقدم خدمات السوفتوير كخدمة، أو أي موقع بيقدم أي برنامج أو تطبيق على الهاتف باشتراك شهري زي شاهد مثلا، ممكن يعني نوعا ما نعتبره من شبه السوفتوير از سيرفيس، دي خدمة السوفتوير بتاعه في اشتراك شهري، تمام كده. فكل ده ممكن نسميه ساس، سوفتوير از سيرفيس. من يعني أدق الأمثلة على الحاجات دي ممكن تبقى شركات الاستضافة، أدوات زي اللي هنشوفها النهاردة، وحاجات زي كده. حلو الكلام، طيب جميل جدا. يعني مثلا السوفت وير اللي انا بستخدمه دلوقتي ده، بعمل لحضرتك بيه البرزنتيشن دي والويبينار ده، لو انا لو هو باشتراك شهري وانا جيت سوقته لك، فانت في الحاله دي ده هيكون ساس، تمام؟ لانه سوفت وير بتقدر تستخدمه اونلاين مقابل اشتراك شهري. وصلت الفكره؟ حلو الكلام، حلو جدا. طيب حلو قوي. طيب دلوقتي في بقى نعمل احنا ايه، والتسويق بالعموله ده بيتم ازاي بالظبط؟ نوضح بسرعه، والناس اللي عارفه يعني ايه التسويق بالعموله معلش استنى عشان في غيرك ما يعرفش. هقول الاول المقدمه الاساسيه دي وبعدين هنكمل عشان نتاكد ان كل اللي معانا فاهمين. اللي بيحصل بقى يا سيدي ان انت بتشوف موقع من هذه المواقع اللي بتقدم برامج الافيليت، زي مثلا امازون، ده من اشهر بقى المواقع اللي فيها برامج افيليت، اللي فيها برنامج افيليت رائع جدا اسمه امازون اسوشيت، وبتبدا تسجل فيه برنامج الافيليت بتاع امازون، وبتسجل التسجيل ده بيكون مجاني، والموافقه على حسابك بالنسبه لامازون بتكون فوريه، يعني مجرد ما تسجل بيبقى عندك الحساب. وهوريك هذا الحساب دلوقتي، تمام؟ اوريك يعني نموذج لهذا الحساب، تمام؟ طيب هنشوف حالا. حلو الكلام. طيب اول ما بتسجل على امازون اسوشيت بتقدر تحصل على حاجه اسمها ايه؟ افيليت لينك. افيليت لينك يعني رابط خاص لاي منتج انت تختاره، اي منتج بقى موجود على موقع امازون، فاي حد انت بتدي له هذا الرابط، مثلا بعت لواحد صاحبك اللينك ده على الواتساب، تمام؟ فانت بعت له اللينك على الواتساب اللي هي الافيليت لينك بتاعتك، وراح هو باللينك دي اشترى منتج من امازون، تحصل انت على ايه؟ على العموله بتاعتك، تمام كده؟ فده ببساطه الافيليت كنظام، تمام كده؟ فانت بتحصل على رابط، والمطلوب منك انك تسوق ايه للمنتج ده بالافيليت لينك. حلو كده، ده الافيليت، وكل ما حد يشتري من خلال الرابط بتاعك بتحصل على عموله. طيب هل الشخص ده لازم يشتري اول ما يزور الموقع؟ لا، تمام. بالنسبه لامازون لو اشترى خلال 24 ساعه هتتحسب لك العموله، بالنسبه لمواقع اخرى بتوصل الحكايه لغايه 30 يوم، يعني ممكن يزور النهارده ويشتري بعد 30 يوم، تمام؟ اول زياره كان عاملها من الرابط بتاعك واشترى بعد 30 يوم هتحصل برضو على العموله. طيب هل لازم يشتري المنتج اللي انا بعته يشتريه مثلا بالنسبه لموقع امازون؟ لا، مجرد ان هو دخل بالرابط بتاعك اي حاجه هيشتريها في خلال ال 24 ساعه من اخر زياره ليه
تمام هتحصل على عموله. فهو مثلا انت ممكن تكون بعته على رابط مثلا بتاع كاميرا، تمام، لكن هو اشترى الكاميرا واشترى الميموري كارد واشترى العدسه بتاعه الكاميرا، فانت هتاخد عموله على كل اللي في الكارت، كل اللي اشتراه. ده باختصار كده شديد جدا الافيليت ماركتنج، شيء في منتهى الروعه. انت لا هتشحن ولا هتعمل حاجه، بس بتودي العميل على المنتج يشتري، تاخد عموله، حاجه زي الفل، حاجه ما فيش احسن من كده، من بيتك كده وانت قاعد، وقدامك بقى ملايين المنتجات بقى يعني من اللي انت عايزه، تمام. لو اتكلمنا على امازون بالذات يعني، وغير امازون بقى في الاف المواقع الاخرى في كل المجالات اللي ممكن تتخيلها في عالمنا العربي وخارج عالمنا العربي، بفيها انظمه افيليت لا يكاد تخلو شركه من نظام افيليت، لا يكاد يعني. حلو الكلام، طيب جميل جدا. وكل الشركات على فكره المظبوطه تسجيل في نظام الافيليت فيها بيكون مجاني، كل الشركات المظبوطه. فاي شركه فيها نظام افيليت التسجيل فيه غير مجاني هي ليست بجيده، فما تفكرش فيها، ملوش اي لازمه الكلام ده، فخليك في الشركات الشهيره بالذات كمان. طيب حلو الكلام، حلو. طيب ايه بقى الموضوع؟ شكله سهل يعني، طيب ليه يعني هنحكي فيه ايه بقى؟ تمام، اللينك هي حلوه وهحطها على الفيسبوك وبتاع وهنكسب فلوس وبتاع. هو ده بقى يا سيدي اللي بيعمله كل الناس او معظم الناس يعني، وبالتالي ما بيحققوش نتائج كويسه. اللي معظم الناس بتعمله، تمام، وجاي لك برده معايا في التجاره الالكترونيه وبيع المنتجات، مش بس الافيليت، الموضوع واحد في الاخر، انت بتسوق، لكن في حاله التجاره الالكترونيه بتزيد على الحكايه شويه خطوات ثانيه. حلو، لكن الجزء بتاع الافيليت ده اساسي، اللي هو جزء التسويق. اللي بيحصل ايه؟ ان معظم الناس بتعمل ايه؟ يعني في كذا مثال، بس يعني المثال اللي هو بيحصل كتير ان حد بيروح جايب الافيليت لينك دي ويروح داخل على الصفحه بتاعته على الفيسبوك او على انستجرام ويحط اللينك ويقول يا جماعه ده منتج مش عارف كذا 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 واشتروه بقى من الرابط ده. طبعا ما بيبقاش فيه اي نتيجه خالص، ويعني باع بيعه يبقى خير وبركه، تمام. النوع الثاني بيحاول يعمل حاجه احسن شويه، وبيروح مثلا يخش على الفيسبوك جروبس اللي فيها ناس كتير ويحاول يخش ويستاذن الادمن ان هو يحط لينك ولا يشاركه ولا ويحط اللينك يعني، غالبا ما بيبيعش حاجه خالص، 90% من المرات ما بيبيعش حاجه خالص ولا اي حاجه خالص. ولو باع بيعه ولا اتنين فخد له 5 6 10 دولار يبقى خير وبركه، وهي مره واحده وخلاص على كده. طيب النوع الثالث بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه يعني بيجتهد شويه وبيعمل حاجه اقوى شويه، وهي انه بيعمل اعلان، يعني بيخش يعمل اد، اعلان ممول على فيسبوك مثلا، على جوجل، تمام كده، ويحط فيه الاعلان ده اللينك الافيليت للمنتج على طول. والنتيجه اللي بتحصل في الحاله دي ان حسابه الاعلاني بيتقفل وما بيبيعش اي حاجه، لان ده ممنوع، ما ينفعش تعمل اعلان برابط افيليت كده مباشره، غير ان اصلا دي مش طريقه تسويق جيده اصلا، يعني دي ضعيفه جدا. طيب امال ايه بقى الحكايه؟ كل الطرق اللي احنا حكيناها دي فيها مشاكل معينه، لو حليت هذه المشاكل تقدر تجيب نتائج. نفس الكلام ده بيحصل بالظبط في التجاره الالكترونيه، لما بيجي عندنا شخص عنده منتج وعايز يبيعه، اما انه بيبدا فعلا يحط المنتج ده على الفيسبوك ويخلي الناس تشتري، او يخش على الجروبس ويقول للناس إن عندنا المنتجات الفلانيه فاشتروه، او على صفحه الفيسبوك بتاعته ويبدا يقول يعني يبيع كام بيعه كده ويعني يمشي الحال. بس دايما اما حد يشتري بقى يبعت له على الفيسبوك او يبعت له على الواتساب ويبدا بقى يحصل شات، وبكام وفين وهتشحن لي ازاي، وشغلانه كبيره جدا عشان تبيع 10 15 قطعه. ايه الكلام ده؟ انت ممكن تبيع 100 قطعه في اليوم من غير ما حاجه من دي تحصل، هنشوف دلوقتي ازاي. نفس الكلام لو فيسبوك جروب، واللي بيبقى شاطر شويه بيعمل اعلان مثلا على فيسبوك او جوجل ويوديه على الموقع الالكتروني بتاعه او على صفحه الفيسبوك اللي فيه المنتج اللي فيه زرار بقى الاد تو كارت هنا، والمفروض ان الناس تشتري. واللي غالبا اللي بيحصل ان في الحاله دي، في حاله ان حد عامل كده عنده منتج وعمل اعلان ممول على فيسبوك مثلا وبعت الناس على هذا على الصفحه اللي فيها المنتج دي، اللي بيحصل في الغالب لما يكون بهذا الشكل اللي انتم شايفينه ده، اللي بيحصل في الحاله دي غالبا ان هو مثلا بيصرف مثلا 100 دولار على الاعلانات وبيبيع مبيعات تكسبه 70 دولار، فبيبقى خسران 30 دولار، او يعني لما يبقى كويس قوي يجيب 100 برضه، او لما بيبقى شاطر جدا جدا يعني ممكن يبقى 120، ويعني كده يبقى حلو عمل ايه 20%. وكل الكلام ده يا جماعه فيه حاجه احسن منه بكتير قوي 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 ممكن كلنا نعملها دلوقتي، وهي انك بتعمل حاجه اسمها سيلز فانل اوتوماتيك للبيع المنتجات. وهوريك حاجات ما شفتهاش قبل كده، وهوريك فانلز لو انت عارف يعني ايه سيلز فانل ما شفتهاش قبل كده. فتعال اقول لك بقى الشكل الصحيح لتنفيذ الكلام ده، سواء افيليت او اي كوميرس او يعني تجاره الكترونيه منتج عندك. طيب تعالوا كده نشوف. اولا ما تتخضش من الشكل اللي انت شايفه ده، لان الكلام ده بسيط جدا، هو شبه اللي احنا حكيناه من شويه بس ابسط، بس على زودنا شويه حاجات بسيطه جدا تخلي الموضوع حاجه تانية خالص. هنتكلم دلوقتي والمثال بتاعنا اقرب للافيليت برودكت، تمام، تطبيق على الاي كوميرس قريب من ده
وهقول لك عليه برضو، تمام؟ وتنفيذ الكلام ده قبل ما احكي فيه وقبل ما اشرحه لك سهل وسهل للغايه، وهوريك دلوقتي هنفذ معاك هذا الكلام، عشان لو حد شاف ايه ده ايه ده ايه ده، لا 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 استنى معايا، هوريك دلوقتي هنعمل الحاجات دي واحنا في المحاضره كده لايف، حاجه سهله خالص. طيب ايه بقى الطريقه الصح؟ يعني الطريقه الصح لو احنا بنتكلم بالذات عن الافيليت، تمام، والطريقه بتاعت الاي كوميرس مشابهه، هي اني مش بقى بعمل اعلان والفيسبوك والحاجات اللي احنا شفناها الغلط دي، لا لا لا، انت بتعمل حاجه ثانيه خالص، انت بتعمل موقع الكتروني بسيط جدا هوريك دلوقتي هتعمله ازاي بسرعه كده جاست لايك ذات يعني، تمام، وبتعمل صفحه على هذا الموقع الالكتروني اسمها برودكت ريفيو، تمام، يعني صفحه بتراجع فيها منتجات اللي انت عايز تسوق ليها. مثلا انت اخترت مثلا تسوق للكاميرات، الكاميرات مثلا على سبيل المثال، فممكن تعمل صفحه وتسمي الصفحه دي يكون عنوانها افضل ثلاث كاميرات مثلا لتصوير اليوتيوب مثلا، تمام كده، مثلا على سبيل المثال افضل ثلاث كاميرات لتصوير اليوتيوب باقل من تصوير فيديوهات اليوتيوب باقل من 500 دولار، او افضل ثلاث كاميرات، او مثلا افضل ثلاث ادوات للمطبخ، تمام كده، او افضل ثلاث حاجات في الميك اب، او افضل، وهكذا، وصلت الفكره؟ ايا كان المجال، مش بس ايه حاجات الكترونكس، لا اي حاجه، اي حاجه، افضل ثلاث جزم، حاجات زي كده يعني، تمام كده، او احذيه يعني، تمام، حاجات من دي بهذا الشكل. وباختصار انك بتعمل البرودكت ريفيو دي، تمام، اما عن منتج واحد او بقارن ما بين كذا منتج وتوضح مين فيهم الاحسن، او الاحسن في ايه والاحسن في ايه وهكذا، حاجه زي ايه الصفحه دي، وهوريكم صفحه حقيقيه دلوقتي بعد شويه عمليه للكلام ده عشان نشوف بعينك يعني ايه برضو الكلام ده لو ما وصلكش قوي الفكره. الخلاصه ان دي صفحه فيها محتوى بيعمل مراجعه عن منتج واحد او مجموعه من المنتجات باختصار شديد جدا، تمام. وبعدين بتعمل ايه؟ بتعمل جوجل ادز، اعلانات على جوجل، بالذات في الحاله دي جوجل بيكون افضل في الحاله دي بالذات، تمام. الاعلان ده غالبا بيكون سيرش، تمام، فانت لو انت حطيت مثلا هنا افضل ثلاث كاميرات، فانت بتستهدف الناس اللي بتعمل بحث في جوجل عن افضل ثلاث كاميرات، فيشوفوا الصفحه بتاعتك، يدخل من الاعلان بتاعك على الصفحه بتاعتك، والصفحه دي فيها ايه؟ فيها الريفيو ده، وفيها لينكات لكل المنتجات اللي انت بتنصح بيها او بترشحها في الموضوع بتاعك او في الصفحه دي. اللينكات دي عباره عن ايه؟ طبعا افيليت لينك، بتودي على ايه؟ على صفحه المنتج عند الشخص اللي بيبيعه او الشركه اللي بيبيعه، ولا يكون مثلا امازون، فهنا في ثلاث كاميرات، والافيليت لينكس بتوع الثلاث كاميرات بيودوا على الصفحات بتاعه ايه؟ المنتج ده على امازون. واي حد متلخبط معايا يستنى معايا، لاني هوريك الحاجات دي بشكل عملي وممكن تفهمها احسن كمان وتشوفها في الواقع. طيب، واللي هيتم بمنتهى البساطه ان في شخص من الناس دي هيشتري، لما حد بقى يشتري انت هتحصل على عموله، ده اول حاجه في الفانل بتاعنا الشكل ده، تمام كده، بهذا الشكل انت كده ابتديت تعمل الصح. لكن ده مش كفايه، مش بس كده، ما بنعملش كده بس، الناس اللي دخلت دي يعني في افضل الظروف كده مثلا 1% مثلا اللي هيشتري، فانت لو دخلت 1000 زياره مثلا ففي ممكن 10 اشخاص يشتروا المنتجات دي، 5 اشخاص، وتدخيل 1000 زياره من خلال اعلان على جوجل دي حاجه سهله جدا يعني، تمام. بس ده مش كافي، انت ممكن تخلي اضعافك بقى اكتر بكتير بانك بتعمل بقيه الحاجات دي، واكتر بكتير يعني بكتير قوي، هنشوف حالا. طيب بتعمل ايه بقى؟ بنعمل حاجه اسمها ريتارجتنج ادز. ال 900 شخص بقى اللي دخلوا، مش 900 شخص بقى، 990 شخص اللي دخلوا وما اشتروش دول، وتمام كده، سواء زاروا بقى اللينك او ما زاروهاش، هنسيبهم يعني؟ طبعا لا. بتعمل اعلان ريتارجت تعيد بيه استهدافهم، اسف، تعيد بيه استهدافهم. يعني ايه؟ يعني اعلان تاني برضو على جوجل، يعني برضو اعلان تاني على جوجل. الاعلان ده بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه يا سيدي إيه؟ بيكون شبه الاعلان اللي فات ده، بس من انواع اخرى زي الديسبلاي ادز اللي هي الاعلانات الصور، وممكن يكون اعلان سيرش تاني برضو في ريتارجتنج. يعني بيستهدف تحديدا ال 990 شخص اللي زاروا الصفحه بتاعتك، اللي اظهروا الاهتمام لكن ما نفذوش اللي انت عايزه، تمام كده، ان هم ما اشتروش منتج الافيليت بتاعك ده. وبتروح مدخلهم بقى على حاجه اسمها ليد ماجنت اوبتن، دي صفحه فيها فورم، تمام، صفحه فيها حاجه هديه ببلاش، تمام، مقابل انه سجل ايميله وتكون لها ذات علاقه بالموضوع ده. ففي مثال بتاعنا ده ممكن الصفحه دي تكون فيها انك تسجل مجانا عشان تحمل دليل متكامل لكي تكون مصور احترافي، او لتنشئ فيديوهات احترافيه على اليوتيوب، طالما لو كان مثلا الموضوع هنا عن كاميرات مثلا لليوتيوب. فطبعا لما شخص يكون شاف الكلام ده واهتم ويشوف الكلام ده تاني من نفس البراند ويقول له خد كتاب مجاني اهوت، حمله ببلاش وسيب بس الايميل بتاعك واسمك، وتقدر تعرف معلومات رائعه في الكتاب ده، ازاي تكون تعمل فيديوهات يوتيوب رائعه، او ازاي تبقى مصور قوي، او ازاي تحط ميك اب بشكل كويس، او ازاي تعمل ايه بعد
الحمل تعملي ايه بعد الحمل والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها. فدي الصفحه، فبيسجل ايميله. فلما بيسجل ايميله بتحصل حاجه اسمها عندنا اوبتن، بيتم تحويله على صفحه اسمها كيو بيج عشان تاكدوا يعني ان تم بالفعل كده تسجيلك، وبنبدا نبعت له ايميلات. تمام كده، الايميلات دي بتتبعت بشكل اوتوماتيكي. باختصار عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، وهنشوف اكبر قدر ممكن من الحاجات دي بشكل عملي زي ما اتفقنا، الايميلات دي بيكون هدفها هي الترويج للمنتجات دي، لمنتجات الافيليت بس. بقى مش بس الثلاثة دول، انت خلاص بقى بنسوق في اول ايه ثلاث ايميلات للمنتجات اللي احنا كنا مستهدفينهم في الاول هنا. وبعد كده بنقدر نعمل ايه بقى؟ كل اسبوع تبعت ايميل لكل الكونتاكت ليست الناس اللي سجلت عندك دول بالعروض اللي موجوده دلوقتي. فنفرض مثلا انك شغال مثلا على افيليت امازون مثلا، تمام؟ فكل اسبوع هتطلع من موقع امازون وهتلاقي كتير قوي يعني حاجات من المجال اللي انت اخترت تشتغل فيه يعني، وتطلع العروض، تمام؟ الحاجات اللي عليها خصم وخصم لفتره محدوده، وتبعتها في ويكلي اوفر، ايميل بتبعته مره واحده كده بضغطه زرار واحده لكل الناس اللي سجلوا. فلما يسجل عندك 1000 واحد مثلا، وده بيحصل وبعد وقت قصير، تروح بعت 1000 ايميل بدوسه واحده من خلال حاجات بسيطه كده هنشوفها حالا. وبكده ايه توصل ال 1000 ايميل دول للاشخاص دول، فيشوفوا منتجات، وبتقدر تكرر الموضوع ده كل اسبوع. فانت بتضاعف اضعاف اضعاف ارباحك بحاجه زي كده. والرائع طبعا زي ما حكينا ان كل ده اوتوماتيكي 100%. الشيء الوحيد اللي انت هتحتاج تعمله بشكل متكرر هو انك تجهز الاوفر ده مره كل اسبوع، يعني ساعتين كده كل اسبوع تختار ايه هذه المنتجات. شيء في منتهى الروعه، صح ولا ايه؟ طيب جميل جدا، تعالوا بقى كده نشوف الفانل ده بقى، نشرح كده ونشوف مثال كده بالارقام، تمام؟ وبعدين هوريكوا الفانل ده بشكل عملي، وبعدين هوريكوا ازاي لو حد عاوز يعمل الفانل ده ويطبقه بنفسه يقدر يعمله ازاي. مستمتعين اكيد ومستفيدين اكيد. طيب نكمل ونشوف. تعالى يا سيدي نفرض كده ان انت من الاعلان بتاع جوجل ده دخلت 1000 زياره على هذه الصفحه، وزي ما قلنا ده رقم سهل سهل خالص، يعني ال 1000 دول هيجوا في اليوم بعد شويه كده صغيرين قوي. طيب وعندك حاجه اسمها conversion rate اللي هو معدل التحول، يعني من ال1000 دول كام في الميه منهم اشترى حاجه من المنتجات الافيليت بتاعتك. لو افترضنا على اقل تقدير 0.5%، واللي بنعمله هنا ده حاجه يا جماعه اسمها very conservative scenario، يعني سيناريو معتدل جدا اقرب للتشاؤم، تمام كده؟ لما بتيجي تدرس حاجه كده وانت بتعملها بتتوقع، تمام؟ بتشوف كده ايه الارقام، فالارقام دي حقيقيه ستاندرد. الطبيعي في الرقم ده هو 1%، الطبيعي بتاعك لما تكون الحاجات دي كويسة تعمل هنا 1%، فاحنا بنقول انها نص مش واحد، وهكذا في كل الارقام اللي هنشوفها دلوقتي. يعني ده مش الجام، ده السيناريو المعتدل جدا الاقرب للتشاؤم، وليس المتشائم لكن الاقرب للتشاؤم. طيب فالكلام ده معناه ان من الالف زيارة دي تعمل 5 مبيعات، 5 سيل. لو افترضنا ان انت بتاخد عمولة على المنتج الواحد 20 دولار، فالكلام ده معناه 5 × 20 = $100. اي واحد ويقول لي طيب هي المنتجات يعني على امازون عمولاتها اصل 4 دولار و5 دولار، اولا احنا ما بنتكلمش على امازون بالذات، بنتكلم على عشرات المواقع التانية. وبالنسبه لامازون من ضمن الحاجات اللي خدها مني بقى معلومه حلوه جدا، ما تسوقش المنتجات رخيصه، يعني اخرك اقل حاجه تسوق ليها يكون المنتج فيه عموله 10 دولار، يعني يكون المنتج مثلا ثمنه 500 دولار 300 دولار، تمام؟ بحيث عمولتك تطلع فيه 10 دولار على الاقل خالص خالص خالص، و20 دولار وطالع ده هو الكويس. وفي منتجات افيليت، في برامج افيليت ومنتجات افيليت بتدي عموله 40 و30 و60 و70 و100 و200 دولار كمان، تمام؟ وهتعرفوها، بس كمل معايا لاخر المحاضره هتعرف كل حاجه، وهتعرف اللي ما قدرتش اقوله لك تقدر تعرفه منين، هتعرف شيء في منتهى الروعه. حلو الكلام. ف 20 دولار دي انا عايز اقول لك من هنا ايه، ان دي برضو فيري كونسرفيتيف، يعني انا بدي مثل بعموله صغيره جدا، تمام؟ حلو الكلام. طيب فالكلام ده معناه ان انت كده عملت ايه اول 100 دولار. طيب احنا عملنا هنا ريتارجتنج زي ما احنا عارفين، فاستهدفنا 995 شخص التاني اللي ما اشتروش دول، وعلى فكره احنا بنستهدف برضو دول عشان احنا عايزينهم يسجلوا الايميلات بتاعتهم، فانت يعني فعليا بتستهدف ال1000 كلهم بغض النظر عن انه اشترى ولا ما اشتراش، بس يعني بنقول كده عشان بس ايه الناس تفهم، تمام؟ المهم فانت ال1000 بقى ال1000 شخص دول بتعيد استهدافهم مره ثانيه عشان توديهم فين؟ على الليد ماجنت. خلاص انت شفت الكاميرات، طب ما تيجي تشوف ازاي ببلاش بقى تقدر تصور بشكل محترف، او تبقى تعمل فيديوهات رائعه، او تحط الميك اب بالشكل الرائع، او تلبس بشكل الفلاني وهكذا، تمام؟ فيحمل الكتاب وسجل الايميل. فده الري تارجتنج. اللي بيحصل في الري تارجتنج ده هو انك المفروض بتوصل لمعدل تحول 20%. 20% هنا لان هو ما بيدفعش حاجه، هنا بيسجل ببلاش مقابل معلومه قويه
وحاجه هو عاوزها. ففي الحاله دي لو انت عامل كده فعلا مظبوط بتعمل كونفرجن ريت 20%، يعني من ال1000 يسجل 200 شخص، من ال1000 يسجل ايه 200 شخص. يبقوا عندك فين في السوفت وير او البرنامج اللي بتستخدمه عشان تعمل الايميلات دي، وهنشوفه دلوقتي. حلو الكلام. طيب الكلام ده معناه ايه بقى؟ لو عندك معدل تحول هنا بقى، انا مش شايف هنا، تمام لحظه عشان نشوف بس كنا حاسبينه على كام، على 2% مظبوط. تمام، لو عندك معدل تحول 2% من 200 معناها انك تعمل 4 مبيعات من ايه؟ من الايميل اللي انت بتبعته من ال3 ايميلات الاولانيين دول. تمام، يعني نفس المنتجات اللي كانت في الصفحه دي بتسوق لها في الثلاث ايه ايميلات دول، بتعيد التسويق ليها في ال3 ايميلات دول، فتعمل 4 مبيعات كمان في 20 دولار يعني 80 دولار تاني على ال 100 يبقوا 180 دولار. حلو، حلو قوي. تمام، يعني يا مسهل. تمام، ثم تيجي بقى الحاجه الجامده الثانيه، ان انت عندك الويكلي اوفر. هنفترض ان انت برضو بنتكلم في نفس ال 200 واحد هم اللي مسجلين، احنا بنحسب دلوقتي على 1000 زياره فقط. تمام، فانت هتعمل 4 ايميلات كل اسبوع بمعدل تحول حوالي برضو 2%، هتعمل كده 4 مبيعات كل اسبوع. تمام، وتضربهم في 10 يطلع معاك 160 دولار. يطلع مجموع الكلام ده كام؟ 80 زائد ال 160 هيطلع كده 340 ايه دولار. صح الكلام، صح الكلام. طيب جميل جدا. طيب تكلفة الإعلان بقى ده تبقى كام؟ تكلفة 1000 زيارة حوالي 170 دولار، فأنت من 170 دولار تقدر تعمل 1000 زيارة وتطلع ربح حوالي 365 دولار. لما تجمع ال 180 وال 160 هيطلع تقريبا 365 دولار من 1000 زيارة. الكلام ده معناه إيه؟ إنك لو نقصت ال 365 دول من ال 170 تبقى أنت بتكسب كام؟ حوالي 170، هم هنا 340 تحديدا. يعني تعالوا إيه؟ واضح ان انا غلطت فيها دي، فهي 340 بالظبط يعني. تمام كده، هي هتبقى 340 بالظبط. المهم 340 ناقص ال 170 دول يطلع كمان، يطلع لك ايه ال 170. يعني 170 دول ايه؟ صافي ربح، يعني لما تخصم المكسب الريفينيو من ال ايه من التكلفه من الكوست. تمام، 170. طب هل في مشكله ان انت ال 1000 زياره دي تكون يوميه؟ هو اصلا هي بتكون كده، يعني انت في البدايه بتبدا واحده واحده على قد الميزانيه اللي معاك والكلام ده كله، بتظبط الفانل بتاعك ده اسبوع في الثاني في الثالث، وبالتدريج بتوصل انك تخلي 1000 زياره يوميا، وانت طالع كمان 1000 و2000 و3، ممكن في بعض الاحوال توصل ل 10000 زياره في اليوم حسب نوعيه المنتج وحجم الايه الاقبال عليه، او نوعيه الحاجه اللي انت بتروج اليها هنا. تمام كده، فبمنتهى البساطه اللي انا عايز اقول لك ان 1000 زياره يوميا دي حاجه سهله جدا، دي في البدايات بس، يعني انت في البدايات هتعمل 1000 زياره يوميا. لو مشيت بهذا الاسلوب من حاجه زي دي تقدر تعمل، معناها الكلام ده ايه؟ انك تقدر تعمل 170 دولار ربح يومي. تمام، في يعني ايه؟ يعني 170 في 30 تبقى 5100 دولار شهريا. تمام، وده كده ايه؟ من فانل واحد فعليا، من صفحتين بس انت اللي عاملهم. انت عملت هنا ايه؟ بص الكلام ده كله انت اللي عامله فيه صفحتين اتنين بس، والاعلانين اتنين بس، وتقدر تعمل الكلام ده من بيتك، ولا تعمل شركه ولا تعمل اي حاجه، وتاخد عملاتك تستلمها وانت قاعد في بيتك. تمام كده، او من اي مكان تحبه ومن اي مكان في العالم. كل الحاجات دي، الصفحه دي والصفحه دي والصفحه دي، دي صفحات مين؟ الموقع اللي بيبيع المنتج. تمام، دي الصفحات بتاعت الموقع اللي بيبيع المنتج، ما عدا يعني صفحه الثانك يو دي ولا الداونلود. تمام، لكن الصفحات الباقيه دي بتاعت ايه؟ المنتج. فانت فعليا من صفحتين، انت واخد بالك معايا من قوه الموضوع؟ انت فعليا هتعمل صفحتين ياخدوا منك كام ساعه شغل او كام يوم يا عم شغل. تمام كده، لو انت هتدقق قوي تعمل الدنيا يعني جامده قوي، وتقعد تظبط في الكلام ده، قول اسبوع اسبوعين لحد ما توصل فيه لارقام كويسه، وتبدا تزود ميزانيتك الاعلانيه من الارباح اللي انت بتحصل عليها لو معكش اي راس مال، تدريجيا الى ان تصل لعدد كويس من الزيارات، وتبدا تحقق حاجه زي كده في خلال اسابيع مثلا. تمام، الوقت بيختلف حسب انت يعني هتدي وقت قد ايه وهتعمل ايه، بس انا عايز اوصل لك الفكره دي. تمام، بشكل عام 4 ساعات يوميا، 3 ل4 ساعات يوميا تقدر توصل بيهم للكلام ده، مش 8 ساعات ولا 12 ولا حاجه من دي خالص، بس تكون عارف بتعمل ايه، وهقول لك دلوقتي ازاي تعرف كل حاجه. وصلت الفكره؟ تمام كده. طيب ارجو ان ايه ما اكونش طولت، انا بحاول اختصر وفي نفس الوقت اقول لك معلومات كتير، انا عايز اعمل كده، فانت ركز معايا عشان تطلع باعلى فايده ان شاء الله. حلو الكلام جماعه كده، 100 100.
فانت خدت بالك من قوه الموضوع. الكلام برضو للاي كوميرس مشابه قوي، للتجاره الالكترونيه مشابه جدا، هوريه لك برضو بعد شويه بسرعه. تمام، هو مشابه لنفس الفكره دي برضو، نفس الكلام ده، مش منتج واحد ومش ايه ومش ومش الشكل الغلط اللي احنا حكيناه في الاول. هو ايه مشكله الشكل الغلط اللي في الاول، وايه الفرق ما بينه ما بينه وبين الشكل ده؟ انت اكيد فهمت، بس في حاجه كده خليها حلقه في ودنك زي ما بنقول. المشكله في اي حاجه من الحاجات اللي شفناها الغلط دي هي ان انت بتعمل لنفسك مشكله. هي ايه المشكله؟ ان انت بيبقى عندك فرصه واحده لبيع لتحقيق بيعه واحده لمنتج واحد، تمام، لاشخاص محدوده، ففرص النجاح ضعيفه جدا جدا. انما انت هنا عندك 100 فرصه اللي هي الايميلات دي للبيع لمئات والاف الاشخاص، اللي هو كل الناس اللي انت ممكن تجيبهم من زيارات، من اعلانات على الانترنت، لبيع الاف المنتجات اللي هي كل المنتجات الموجوده على امازون. ففرصه الفشل لا تكاد تكون موجوده لو مشيت صح. ده شيء يا جماعه رائع، ده شيء بيغير الدنيا، بيغير حياتك. ركزت؟ فهمت؟ ارجو انك تكون وصلتك كل اللي انا عايز اوصله لك ان شاء الله. طيب مين بقى عايز يشوف ايه الكلام ده، يشوف لي امثله حيه حقيقيه، مين يحب يشوف؟ يلا بينا نشوف لايف اكزامبلز حالا. تعالوا كده الاول للناس اللي حابه تشوف امازون، ده موقع امازون اكيد كلنا عارفينه، ده مثلا امازون اسوشيت. تمام كده، لو انا مثلا هاخد المنتج ده، تمام، حساب امازون اسوشيت ده تم يعني انشاؤه للايه، للمحاضره دي، لان انا ما بستخدمش امازون في الافليت، انا ببيع حاجات تانية وبستخدم حاجات تانية. انشاء المولى او قدرنا نقولها اثناء المحاضره هنقولها باذن الله. طيب المهم انت بتخش على موقع امازون هنا، وتخش مثلا وبتدور على حاجه اسمها اي اس اي ان، تمام، ده الرقم ده بتاخده كده كوبي عشان تعمل رابط الافليت بتاعك، وتروح على حسابك بتاع الافليت وتعمل بيست لهذا الرابط الرقم. تمام كده هيطلع لك المنتج، تقول له جيت لينك، تبقى انت كده معاك الرابط الافيليت اللي احنا حكينا عليه. شفتوا حاجه سهله خالص خالص خالص، حبيت اوريها لكم عشان بس الناس تبقى فهماني وعارفه ان احنا ما بنتكلمش على حاجه صعبه. تضغط هنا مثلا على تكست اونلي وشورت لينك، دي يا سيدي الافيليت لينك بتاعتك، وحط اللينك دي لو حطيتها هنا وجيت دخلت عليها كده، اي شخص بيدخل عليها هيلاقي المنتج. اي حد يشتري من اللينك دي انت تاخد عموله حاجه، يعني مفيش بعد كده ولا ليك دعوه بحاجه غير انك بس بتقول له المنتج ده كويس، وبتوصل للناس بتدور عليه بس كده. بتدور على الناس بتدور على بلند، على خلاط. تمام، حلو الكلام، حاجه في منتهى السهوله اي حد بيسمعني يقدر يعملها. طيب حلو كده، حلو الكلام. فده كده يا سيدي ايه بسرعه كده الافيليت، عشان تعرف ان ايه افيليت لينك دي، اهي انت شفتها وادي شفت الحكايه هي دي. بس بتحط اللينك دي بقى زي ما قلنا في صفحه انت بتعملها بطريقه حلوه. طب عايزين نشوف مثال عن الصفحه، اتفضل يا سيدي. ده مثال عن الصفحه، دي صفحه حقيقيه، هي حقيقيه، هي زي ما حضراتكم كده شايفين، دي صفحه بتعمل برودكت ريفيو لحاجه اسمها سرفايفل بوكيت نايف. تمام، انتوا شايفين بالصوره اللي هي السكينه اللي بتتحط ايه في الجيوب دي، بيسموها سرفايفل بوكيت نايف. تمام، اوريك امثله بالعربي ان شاء الله برضه. المهم يا سيدي، فانت كده عامل مقارنه زي ما انت شايف كده، انت بتقارن ما بين 6 انواع هنا مثلا، هذا الشخص بيقارن ما بين 6 انواع. ال6 انواع دول مو مقسمهم، ده شعبي جدا، بوبيولر، يعني في ناس كتير، منتشر، وده رخيص، وده احسن قيمه، احسن حاجه اللي انا بقى ايه برشحه، وده اقل حاجه في السعر، وده الترندنج اللي هو عليه اقبال كتير قوي دلوقتي، او الشكل الحديث. تمام، عدد الريفيوهات اللي على كل منتج، والكلام ده جايب الكلام ده منين؟ من موقع امازون، وهكذا. طيب وكلمه بقى شيك برايس، بص كلمه شيك برايس، شيك برايس، شيك برايس، شوف السعر، شوف السعر. لو انت شخص، حط نفسك دلوقتي معايا في الكلام ده، انت شخص بتدور فعلا على انك تشتري السرفايفل بوكيت نايف دي، تمام كده، في ناس بتشتري الحاجات دي طبعا، دي حاجه موجهه لدول يعني اخرى مش دولنا العربيه اكتر. تمام، وعشان تبقى عارف انت ممكن تعمل الكلام ده وانت قاعد في مصر ولا السعوديه ولا الامارات ولا الجزائر ولا المغرب، وتعمل الكلام ده وتسوق في امريكا واوروبا، ما فيش اي مشكله خالص لو عندك بس لغه، ما عندكش تقدر تعمل الكلام ده وانت برضه في مصر او السعوديه او المغرب، وتسوق في الدول العربيه. وحتى لو ما عندكش لغه قوي على فكره تقدر تسوق برضه خارج الدول، يعني ما فيش حدود، ما فيش حدود هنا. بصوا يا جماعه، انترنت يعني ما فيش حدود، ما فيش حدود لا بزمان ولا بمكان ولا الكلام ده. انت موقعك وشغلك ده شغال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، 365 يوم في السنه في العالم كله، باختصار شديد جدا. انسى انت قاعد فين، دي مش مشكله اطلاقا، ماشي الكلام، تقدر تعمل اي حاجه من مكانك. حلو، طيب انا شخصيا عندي مشاريع بسوق فيها امريكا واوروبا، ومشاريع بسوق فيها داخل العالم العربي ببساطه شديده يعني. تمام، وانا قاعد معظم الوقت بكون موجود في بلدي مصر، لكن طبعا بسافر اماكن كتير، لكن معظم الوقت بكون موجود في بلدي مصر. حلو الكلام، يعني انسى بقى فكره ايه انسى كل اللي انت تعرفه عن الحاجات التقليديه، الانترنت ما فيهاش حدود يا جماعه، مش عايز اطول عليك. المهم يا سيدي، بص بقى، انت لو دوست على شيك برايس ده،
ده بص يا باشا، بص ده ايه بقى، ده ايه رابط، ايه ده، ده اسمه افيليت لينك اللي اتكلمنا عليه. فانا لو دلوقتي اشتريت المنتج ده، الراجل اللي عامل الصفحه دي ياخد عموله على طول. طيب هل هي صفحه كده بس؟ لا، هو بيكمل بقى، بيعمل بقى ايه، مقارنه قويه، وبص شيك برايس شيك برايس شيك برايس شيك برايس، كل دي فيها ايه، البرايسنج، تمام كده، اللي بتبقى فيها قصدي رابط الافيليت. وهنا مثلا بيجي يعمل حاجه اسمها اور تيك، اللي هو البيست فاليو بتاعه، المنتج اللي هو بيرشحه اكتر حاجه يعني، لكن برضه عارض حاجات تانيه عشان ممكن حد يناسبه ده ما يناسبوش ده وهكذا. تمام، حلو كده. طيب حاجه حلوه قوي، حلوه قوي. مثال تاني لصفحه تاني، تمام كده، بنفس الاسلوب بالظبط، تمام، لكن بشكل مختلف قليلا ومنتجات مختلفه. هنا دي السماعات البلوتوث اللي بتسمعوا عنها، اللي هي الحديثه دي اللي بتعمل صوت قوي بس حجمها صغير والكلام الحلو ده، برضه شيك برايس شيك برايس شيك برايس، وادي مقارنه بس بشكل مختلف، تمام، يعني شكل الصفحه مختلف، تمام. بس هنا مثلا شيك برايس شيك برايس. طب هي الصفحه دي بتتعمل ازاي؟ انا هوريك اصلا هتعملها ازاي دلوقتي، بس خليك معايا، دي سهله قوي، ده احنا هنعملها في 10 دقائق هتشوف حالا. طيب جميل، حلو كلام، اكسايتد، متحمس، عرفت انك ممكن تعمل حاجه قويه جدا وانت قاعد في مكانك، بس لما تتعلمها طيب خليك معايا. هنا دي صفحه، تمام برضو، تمام كده، الصفحه دي زي ما انتم شايفين برضو بنفس الاسلوب بالظبط كده، تمام، وبرضو شيك برايس شيك برايس شيك برايس. الصفحه دي بتاعتي بالمناسبه، يعني احد الحاجات اللي عاملها، وزي ما انتم شايفين فيها اساليب مختلفه بقى. هنا السنه، هنا في بوب اب بيودي على الافيليت لينك، تمام، بيطلع عشان يكتر عدد اللينكات. لو انا جيت اخرج من الصفحه بنعمل ايه بقى، بوب اب عشان الناس تسجل ايميلات، الاشخاص بقى اللي زاروا اي صفحه من اللي احنا شفناهم دول، لما بيكون الشخص شغال بالصح والاسلوب اللي احنا حكيناه، ومعظم اللي احنا شفناهم دول وكل اللي احنا شفناه ده كده، تمام، هيكون في ريتارجتنج، ان انا هجيبه يسجل ايميله بطريقه، فانا بحاول اخليه يدوس على الرابط هنا ويسجل ايميله هنا، واذا ما سجلش بحاول اجيبه يسجل من ايه، من حاجه تانيه، ان انا اوريه حاجه تانيه زي المثال اللي احنا شفناه، تمام كده. فاحنا هنا شفنا البوب اب اللي ظهرت دي بتقول له سجل ايميلك وخد دوره مجانيه عشان كذا، دي مثلا مواقع استضافه، تمام، دي مواقع استضافه، فخد دوره مجانيه عشان تعرف ازاي تبني موقع الكتروني، وصلت الفكره، تمام كده وهكذا. هنا ده مثال بالعربي بنفس القالب نفس الفكره، مش عايزين نطول بس نفس الكلام بس بالعربي عشان تشوف ان الكلام ده بيتعمل بالعربي، تمام كده، نفس الفكره، مقارنه على 3 كاميرات، تعرف على السعر تعرف على السعر تعرف على السعر، وهيروح على موقع امازون. وبالمناسبه هنا موقع امازون بيشتغل في كل الدول العربيه للي ما يعرفش، مبدئيا بقى في دلوقتي رسميا موقع امازون الامارات وموقع امازون السعوديه، وقريبا جدا موقع امازون مصر، ومش هيكون في موقع سوق. ثم الدول اللي ما فيهاش امازون بالفعل، امازون اليو اس، امازون العادي لما بتكتب يعني امازون دوت كوم كده، بيشحن في جميع دول العالم معظم المنتجات، فما فيش اي مشكله. ولو انت ما اشتريتش من امازون وفاكر ان الناس مش بتشتري من امازون مثلا في العالم العربي او في البلد اللي انت عايش فيها، فانت مخطئ. باختصار هذا ليس حقيقيا، امازون بيشحن في كل الدول العربيه تقريبا ما عدا دول بسيطه يعني، تمام كده، اللي ممكن يبقى فيها مشاكل كبيره، لكن كل الدول العربيه اللي هي مصر امارات سعوديه مغرب جزائر الكويت قطر، كل الدول دي امازون بيشحن فيها والناس بتشتري من امازون بشكل لا تتخيله. اعرف صديق شغال في يو بي اس، تمام، شركه الشحن الشهيره، وبيكلمني عن يعني كميه ضخمه جدا من الشحنات بيسلموها كل يوم، ده يو بي اس لوحدهم لامازون، وطبعا امازون مش شغال مع يو بي اس بس، شغال مع يو بي اس ودي اتش ال وغيره. فالفكره بتاعت ان امازون مش عارف ايه والعالم العربي، الكلام ده يا جماعه كل دي اعتقادات خاطئه، كل دي اعتقادات خاطئه، تمام. بس انت ممكن انت نفسك ما اشتريتش فانت فاكر ان كله ما اشتريش، لكن هذا ليس حقيقي، انا شخصيا بشتري كتير من امازون، تمام وهكذا. وصلت الفكره؟ زي ما قلنا مش بس امازون، ده في حاجات كتير. طيب بس امازون اشهر حاجه واسهل حاجه، تمام، ويعني هو الحلو قوي لاي حد لسه بيبدا. حلو الكلام. طيب ده البوب اب اهو، زي ما احنا مثلا شايفين برضو هنا مثال، طلع البوب اب اول ما جيت اخرج من الصفحه، بصوا حركات حلوه قوي اول ما جيت اخرج من الصفحه، دليلك ايه، دليل المبتدئين للتصوير الاحترافي، حمل ايه، كتاب مجانا، لو سجلت هنا خلاص هذا الشخص صاحب هذه الصفحه احتفظ بالايميل ويقدر يبعت لي عروض عن ال3 كاميرات دول، وبعدين يبعت لي كل اسبوع عرض عن حاجات تخص فكره التصوير او التكنولوجيا مثلا بشكل عام وهكذا، تمام كده، يعني ممكن بعد شويه سواق الموبايلات مثلا، تمام. طيب لو جينا هنا مثال وكتبنا، عايزين بقى نشوف حاجه كده بشكل يعني مختلف شويه، هنا مثلا هوريك يعني ديب داتا اناليتكس كده دلوقتي بسرعه، تمام. احنا دلوقتي لو جيت كتبت على جوجل مثلا توب 10 ويب هوستنج مثلا، هنلاقي ايه، مثلا في واحد هنا عامل اعلان، تمام، توب 10 ويب هوستنج، جينا دوسنا على الاعلان ده هنروح على الصفحه دي، حلو الكلام، دي صفحه زي ما انتم شايفين نفس الفكره بالظبط، برودكت ريفيو، بس هنا بيراجع شركات استضافه، تمام. استضافه دي يعني ايه، عشان اللي ما يعرفش استضافه المواقع، لما حد بيجي يعمل موقع الكتروني بيحتاج يشتري حاجه اسمها استضافه عشان يقدر يعمل الموقع الالكتروني ده،
وهقول لك عن الحاجات دي حاجات واحنا شغالين في المحاضره اكيد. تمام، زي ما قلت لك، انا قلت لك هفهمك ازاي ممكن تعمل ويب سايت يعني. تمام، فعلى ده اللي ما يعرفش، فدي شركات استضافه. فهذا الشخص عامل مراجعه عن افضل 10 استضافات تمام في العالم. تمام كده، وكده ده يكون بقى ايه، تسويق عالمي. تمام، زي المثال انا كنت عامله من شويه اللي انا وريته لكم، تمام، اللي كان فيه برضه استضافه وكان فيه 3 مواقع. تمام، هنا الراجل ده بيراجع 10 مواقع مش 3، وكلهم عندهم ايه، افيليت بروجرام. وزي ما انت شايف، فيزيت سايت فيزيت سايت فيزيت سايت، كل دي روابط افيليت. لو جينا دوسنا هنا، ده رابط افيليت. كل بص 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 بيتم التحويل، ده رابط افيليت. لو انا اشتريت دلوقتي من هذا الموقع الاستضافه بتاعته، هذا الشخص بيحصل على عموله، والعمولات الساس دي بتكون كبيره، يعني بيكون من 60 دولار كده وطالع. تمام كده، من 60 دولار في المره وطالع. شوف بقى انت ممكن تعمل ايه. طيب عايز تشوف ايه ممكن تعمل ايه، تعال واقول لك. طيب هقول لك كل حاجه حالا، تعالوا كده نشوف كده، نخمن ونتخيل. فاكرين المثال بتاع الألف زيارة؟ فاكرينه؟ طيب تعالوا كده ناخد الموقع ده، وهنروح على موقع اسمه سيميلر ويب، واعرف معايا الحاجات دي هتساعدك كتير في المجال ده. موقع سيميلر ويب هو موقع تقدر تعرف منه حجم الزيارات اللي بتيجي على اي موقع ومصادرها، زي موقع اليكسا كده بس احسن بكتير، ده الجديد يعني. تمام، لا وهنعمل بقى ايه، بيست للموقع ده، هنشوف الموقع اللي هو اللي شفناه ده، اللي هو اللي احنا فتحناه من شويه، اللي هو التوب 10 ويب هوستنج ده، ونشوف كده الموقع ده يعني بيعمل كام زياره من الاعلانات دي، وايه الدنيا، ونقدر نخمن كده يعني ايه اللي بيحصل، ونشوف عشان نشوف كده دليل عملي يعني الموضوع ده شكله جامد قوي يعني. طيب تعالوا كده نشوف. بص يا سيدي، ادي الموقع اهو، فتوتال فيزيتس في الشهر 175 الف زياره، مش 1000، 173 الف زياره. تمام كده، وشويه معلومات اخرى، الدول اللي جايه منها الزيارات، او معظم الدول اللي جايه منها الزيارات بالترتيب هنا عارض لي، يونايتد ستيت، مكسيكو، برازيل، كل دي الدول. واللي يهمني قوي بقى هنا حاجه حلوه قوي، هنا بيقول لك ان ايه، 93% من هذه الزيارات فين؟ تمام، جايه منين؟ من البحث بتاع جوجل، من السيرش. طيب وبعدين ايه تاني؟ من السيرش دي بقى في عندك يا سيدي 79% منهم جايين ايه، بيد، مدفوعين، مش اس اي او، يعني هو بيظهرش بشكل طبيعي في جوجل. ده هو عمل الموقع ده ممكن كده زي ما بحكي لك كده بالظبط، ممكن يبقى عامل الموقع ده امبارح وعمل الاعلان النهارده، وامبارح برضو عمل الاعلان والاعلان اشتغل، ويبدا يبقى عنده زيارات في نفس اليوم من الاعلان بتاع جوجل في البحث، فيظهر كده. اللي انا وريته لكم هنا النتيجه دي، دي اعلان مكتوب عندها اد، الاعلان ده بياخد بالظبط عشان تعمله تلت ساعه بس، بس كده. فبقى في موقع والصفحه دي ممكن تاخد يعني كانشاء بشكل نظري كده بتاخد 10 دقائق ربع ساعه، هوريك طريقه معينه هتخليك تعملها بكده، مش هتشوفها في اي مكان تاني عشان تبقى عارف، خالص مش هتشوفها في اي حته، فاستنى معايا. تمام، لكن المحتوى بتاعها هو اللي هياخد منك شويه وقت. تمام، طبعا ممكن ياخد منك مثلا يوم شغل مثلا، تمام، يومين شغل، حاجه زي كده. خلصت الصفحه، شغلنا الاعلان، عملت بقى بقيه الصفحات والفانل بتاعك ده، فانت بتعمل اعلان واعلان الريتارجتنج، وظبطت ايميلاتك وحاجاتك، بقى عندك مشروع على الانترنت في منتهى الروعه، يجيب لك دخل يومي وانت قاعد في بيتك. طيب وانا بستلم الفلوس بتاعت الناس دي ازاي؟ بتختلف يا سيدي ما بين نظام افيليت ونظام افيليت، بس كل انظمه الافيليت تمام او معظمها بتبعت على الباي بال او البايونير. الباي بال او البايونير اللي انا وريتهم لكم في اول المحاضره. فانت لو بتقدر عندك في بلدك حساب باي بال عادي جدا، واستنى معايا التفاصيل هقولها لك، اقول لك ازاي ومنين وفين، وتعرف الباقي كل حاجه، اقول لك تعرف ازاي الباقي وكده، بس خليك معانا. بقول لك بس اللي خاطر في باله سؤال مقرقه فانا بجاوبك باختصار. باي بال وبايونير من اسهل الطرق اللي ممكن تستلم بيهم عملات الافيليت من اي مكان في العالم، في كل الدول العربيه، وانت قاعد في بيتك، لا محتاج ورق ولا محتاج حاجه خالص، باختصار شديد جدا، وجاي لك في الباقي. حلو، عشان بس ايه نخش على الحاجات اللي بعد كده. شفت يا سيدي بقى، ده المثال بتاعنا، وده مثال حي اهو لموقع برده كمان حقيقي، وريتك كذا حاجه ثانيه لايف، ووريتك هذا الكلام. ايه رايك في الكلام ده؟ كلام في منتهى الروعه. تمام، فهمت هذا العالم. طيب حلو قوي الكلام ده، بس في اكيد عندنا اسئله انا هجاوبك عليها واحده واحده. طيب برضو بالنسبه للتجاره الالكترونيه، الوقت ضيق، فاحنا هنحاول نقول اكبر قدر ممكن منها ونكمل في الحاجات. تمام، بس هنقول بسرعه شويه، اسمحوا لي. تمام، فبرضو الموضوع مشابه جدا. تمام، ادي يا سيدي، انت بدل ما كنا بنعمل بقى اعلان على انستجرام وتوديه على الصفحه بتاعت الموقع بتاعك وتسكت على كده والكلام ده ما بيخليكش تكسب، فانت بتعمل ايه؟ تعمل الاعلان على انستجرام، على فيسبوك، على جوجل، حسب نوعيه المنتج بتاعك، توديه على الصفحه اللي بتبيع فيها منتج معين، يعني الاعلان بيكون لمنتج بعينه. تمام، وبعدين بتعمل
الاعلان اعاده الاستهداف للناس اللي دخلت على هذه الصفحه بس ما اشترتش، تمام. وجوه الصفحه كمان بتعمل حاجه اسمها اكزيت بوب اب، اللي شفناها دي زي اللي شفناها في الصفحه بتاعه البرودكت ريفيو لما جيت اخرج من الصفحه وقال لي حمل الدليل، فبرضه ينفع تعمل هنا اكزيت بوب اب لما يجي يخرج من الصفحه وما اشتراش تخليه يسجل ايميله بمقابل شيء في الاي كوميرس بيكون عاده عروض مثلا، تمام. وممكن حاجات زي كتب برضه وغيره، مفيش اي مشكله. وبكده بيبقى عندك كمان بتجمع الايميلات وادي الاعلان الريتارجتنج. لما بيشتري المنتج، اما بيشتري بقى وخلص عمليه الشراء خلاص دفع، تمام، او اتم الاوردر حتى لو كان دفع عند الاستلام، بتبدا تعمل حاجه بتخلي ارباحك اضعاف مضاعفه وهي اسمها الابسل. يعني ايه ابسل؟ يعني هو مثلا هنا اشترى الكاميرا مثلا، تمام، فهنا بتعرض عليه ان هو بلاش الكاميرا. انا عايز اقول لك مثال يعني حلو، اشترى يا سيدي مثلا مثلا سبلمنتس، تمام، مكمل غذائي مثلا، تمام كده، مكمل غذائي حلو الكلام، اللي هي البروتينز اللي الناس بتوع الجيم والحاجات دي هيبقوا فاهمين، تمام. فهو اشترى قطعه واحده، تمام، فانت ممكن في الاب سيل ده تقول له طب ايه رايك تاخد ثلاث قطع بسعر اثنين او عليهم خصم 50%، هو من نفس اللي هو اشتراه. تخيل ان دي من انجح الاساليب، حاجات كتير عايز اقولها، احاول اقول اكبر قدر ممكن. طيب الفكره هي انك بتوريه منتج تاني يشتريه مرتبط بالمنتج الاولاني اللي اشترى المنتج الرئيسي، ولكن بعرض ولفتره محدوده ومن الصفحه دي بس، فيبقى ايه سخنان ان هو يشتري. ثم لما بيشتري هذا المنتج، لما ما يشتريهوش يقرر ما يشتريهوش، بيعمل له حاجه اسمها داون سيل، تمام. المنتج اللي هنا ده كان بمثلا 50 دولار مثلا، فتعمل له داون سيل لمنتج تاني، تعرض عليه منتج تاني بس انه ب 10 دولار، تمام، مش نفس النوع، مش نفس الحاجه، منتج تاني بس ريليتد يعني له علاقه، تمام، بس انه بقى ايه 10 دولار. سوري، نرجع بسرعه. حلو الكلام، فده اسمه داون سيل. طيب سواء بقى اشترى الداون سيل ده، لو اشترى الداون سيل ده او كان من هنا اشترى، بصوا الاثنين بيودوا على دي، تمام، بتعمل له عرض منتج تاني، ودي اجريسيف شويه يعني انت ممكن تقف هنا، بس في ناس كتير بتعمل هنا وبعد دي كمان بتعرض عليه حاجه كمان وهكذا، تمام، لحد ما يتم الاوردر. فهنا عندنا اثنين ابسل وواحد داون سيل، وطبعا عندنا سجلنا الايميل بتاعه لما اشترى، سجلنا الايميل بتاعه لما ما اشتراش، فبقى عندنا قاعده بيانات، وبنبقى في حاله الاي كوميرس ما بنبعتش غير الويكلي اوفرز بتاعتنا، تمام، ايميلات ويكلي اوفر، تمام، كل اسبوع بتبعت عروض بحاجات عندك، خصومات وتخفيضات وحاجات زي كده، تلاقي منها مبيعات ضخمه جدا. باختصار شديد نفس المثال تقريبا، الألف زيارة هنا، تمام، بمعدل تحول 0.5%، ومن النص في المية دول 15% هيشتري الأبسل، يعني الأبسل دول بيشتروا 15%، لو دخل هنا خمسة ففي هنا اتنين هيشتروا من المنتج التاني وهكذا، نفس اللي حكيناه بس الوقت ده. فسريعا، تمام، زي ما انتم شايفين تكلفة الإعلان هتكون برضو في حدود ال 150 دولار 170 دولار عشان تجيب الزيارة. فانت من حاجة زي كده، من فانل زي ده يعني، تمام، بمنتجات رخيصة يعني أرباحك فيها صغيرة زي 20 دولار وحاجات زي كده، هتقدر تكسب مثلا صافي ربح، تمام 215 دولار، مش مثلا يعني المثال ده كده، هو هيطلع 215 دولار، تمام. وزي ما اتفقنا ال 1000 زيارة دول ممكن يكونوا كل يوم، تمام، مفيش اي مشكله في الكلام ده، فتقدر تكسب كل يوم 215 دولار من كل من فانل زي ده. طب انت تخيل سواء بقى في الاي كوميرس او الافيليت، لما يكون عندك فانل واثنين وثلاثه وخمسه هيبقى ايه النظام؟ فكر بقى انت واحسب الحسابات. طيب يجي واحد ويقول لي هنا انا محتاج وقت قد ايه عشان ابدا حاجه زي كده، والشغل يعني بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ يعني شغلك هيبقى في حدود من 3 ل 4 ساعات يوميا بس، تمام كده، وبعد حبتين لو انت مش عايز تكبر الدنيا او تفيد باللي انت بتحصل عليه، فممكن تكتفي بساعه واتنين بس شغل في اليوم، بس بعد حبتين يعني بعد اول 3 شهور كده، تمام. فاول 3 شهور بس هتبقى لازم تشتغل، لو يا مش لازم بس يعني ده اللي انا بنصحك بيه، تشتغل حوالي 4 ساعات يوميا عشان تنشئ هذه هذا الكيان الافتراضي اللي احنا بنعمله على الانترنت ده، وتبدا تحصل منه وتشوف منه نجاح وارباح، فتبدا تنفذ الكلام ده. طيب مين بقى عايز يشوف الكلام ده بيتعمل ازاي بسرعه؟ يعني نشوف مثال نعمل حاجه من دول بسرعه كده، تمام، باسرع وقت ممكن عشان تعرف قد ايه هي حاجه في منتهى البساطه. لحظه واحده. سوري، في بقى ايه ممكن مع عشان مع الويبينار وكده فايه كونكشن استهلك. لحظه واحده.
يعني السرعه بس ايه مش ظابطه معانا قوي، يعني عشان شغالين اللايف مع الانترنت جايز، يعني ده يكون السبب. تمام. المهم يا سيدي، ادي كده اللي انتم شايفينه قدامكم دوت، دي الايه الداشبورد بتاعت او لوحه التحكم الخاصه بيه، منصه الووردبريس. منصه الووردبريس اللي ما يعرفهاش هي اشهر واكبر منصه في العالم لانشاء المواقع الالكترونيه، وهي منصه مجانيه ما بتحتاجش عشان تعملها الا انك تعمل استضافه. والاستضافه ثمنها بيتراوح ما بين ال 3 دولار ل 10 دولار شهريا بس كده. تمام. ده باختصار شديد. وبرده اللي هيستنى معايا لاخر المحاضره هبعت له ايميل باذن الله، هيوصله ايميل فيه روابط لكل الحاجات دي وازاي تبدا، ازاي تسطب الوورد بريس. برده هوصل لك ايميل فيه معلومات زي دي، ودي حاجه بتتعمل في بالظبط 10 دقائق يبقى عندك لوحه التحكم دي. طيب انا بقى دلوقتي عايز اعمل صفحه زي اللي شفناها من شويه دي. بص الطريقه الجامده دي، هنضغط على اول بيجز هنا ونقول له اد نيو، انا بعمل صفحه جديده، فعشان كده بقول له اد نيو بيج، يعني اعمل صفحه جديده. هنسمي الصفحه دي مثلا برودكت ريفيو، مراجعه منتجات على سبيل المثال يعني. تمام. حلو الكلام. طبعا انت هتسميها اسم حقيقي. تمام. وبنعمل هنا شويه اعدادات كده، ان احنا بنقول له 100% فول ويدث دي، وبنعمل ديسيبل للبيج تايتل عشان نقدر نتحكم في الصفحه بشكل احسن ويكون شكلها حلو. وبنروح نضغط على زرار اسمه اديت وذ اليمنتور، كل حاجات اليمنتور والوورد بريس والاستضافه والكلام ده كله هيوصلك في ايميل بعد المحاضره لو شفتها كامله. تمام. لو شفتها كامله هيوصلك الكلام ده وتفاصيل عنه. طلعت لنا الصفحه دي. سيبك بقى من اللي ظاهر فوق دوت، انا هوريك حاجه بسرعه جدا قبل ايه ما نشيل اللي فوق ده. لو جيت ضغطت هنا على بيجز، ده بلجن اسمه Elementor برو. تمام. وجيت هنا بقى على ماي تمبلت، برضو اللي هيقعد معايا لاخر المحاضره هيشوف منين يقدر يحصل على التمبلت اللي انا هستخدمها دي. مش هتشتري اي حاجه ولا اي حاجه، لو استنيت معايا برضو لاخر المحاضره هتشوف ازاي ممكن تحصل على تمبلت زي دي. شايفين التمبلت دي امازون ريفيو بيج 6، لو قلت له انسرت واقول له يس، بص يا سيدي مش دي اللي احنا شفناها من شويه، هي دي اهي. تقدر بمنتهى البساطه تحول دي على طول للموقع وتراجع المنتجات بتاعتك في دقائق، تعمل البيج ريفيو بيج بتاعتك. تمام. في دقائق، تعال كده ونشوف ازاي حالا ونشوف. تمام. بمنتهى البساطه انا هاجي على الجزء ده كده، تمام، وامسح الكلام ده كده، واروح جاي هنا واخش اكتب كلمه ايمج اللي هي يعني صوره، واحط الصوره هنا. لو اي حد فاكر ان هو صعب عليه يعمل حاجه زي دي، اي حاجه بس انت محتاج تتعلمها. ادي بقى عندي صوره، فانا ممكن احط هنا صوره كاميرا على سبيل المثال، ولتكن مثلا الكاميرا دي على سبيل المثال بهذا الشكل، دي كاميرا. تمام كده. طيب انا عايز بقى ايه، احط هنا الزرار بتاع شيك برايس بتاع اللي شفناه من شويه ده. تمام كده، اللي هو ازاي ايه شوف السعر، فاكتب كلمه بوتون اللي هو زر، واخد الزر واحطه هنا واخليه هنا في النص زي الوورد بالظبط، واكتب هنا في كلمة تكست أو كليك هير أكتب شيك برايس عشان تبقى دافع كبير للشخص إن هو يضغط فعلا على الرابط، وأغير حجم البوتون أخليه مثلا لارج عشان يبقى واضح كده وحلو، وممكن أغير لونه وأخليه مثلا باللون مثلا حاجة زي الأحمر كده مثلا، حاجة يعني باينة كده وحلوة، أو الأزرق زي حاجة زي كده زي ما أنتم شايفين، تقدر تغير لونه باختصار يعني. تمام. وتيجي بقى هنا وعندك حاجة اسمها هنا رابط، تقدر تحط فيه إيه بقى، ده الأفيليت لينك بتاعك، الأفيليت لينك بتاعك. فلو لو مثلا على سبيل المثال عشان ما ناخدش وقت كبير، حطينا ده على إنه أفيليت لينك، يعني هو فعلا أفيليت لينك لكن لمنتج آخر، بس أنا عايز أوضح لك الفكرة. تمام. وعايزين نقولها بسرعه. تمام. فهتحط اللينك هنا وتقول له ابديت، وهتكمل الموضوع ده في الخمس الست اجزاء دول، وتراجع ست منتجات. طب انا عايز اراجع ثلاث منتجات بس، تحذف ده وتحذف ده وتبقى كده بتراجع ثلاث منتجات بس، ودي صفحه مجربه، عشان كده لو خدت بالك انت شفت شكلها مكرر. تمام. القالب ده انت هتقدر تحصل عليه وهقول لك كل حاجه، بس لما تستنى معايا لاخر المحاضره. ونفس الكلام هنا، تقدر بقى تشيل الكلام ده وتحط كده الصوره. تمام. والكلام ده على فكره مش ملوش لازمه اللي انا بشيله ده، بس هو مفيش وقت نشرح اكتر من كده تفاصيل، فانا بحاول اقول لك اكبر قدر ممكن من المعلومات، بس اللي انا بقوله لك ده كامل يعني تقدر تنفذه زي ما هو كده. تقدر برضو تحط الصوره وتكتب بقى هنا اللي انت عايزه هنا هو بهذا الشكل، ماشي، وتقول جو برو مثلا، دي كاميرا اسمها جو برو. تمام. وهكذا تكتب اللي انت عايزه. طيب عايز اكتب بالعربي يا سيدي، اكتب بالعربي ولا يجرى اي حاجه. تمام. بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. طب انا عايز اقلب الصفحه دي يمين شمال، تمام، اعمل ايه؟ عادي جدا، تروح جايب الجزء ده تجيبه كده، تمام، والجزء ده تجيبه كده، والجزء ده تجيبه كده، ده هنا زي ما هو، ماشي، و
ده تجيبه كده، بقت ايه؟ يمين شمال بس كده، خلاص سهله جدا سهله جدا. لا سوري، احنا غلطنا هنا، ده هنا. حلو الكلام. بعدين عندنا ده يبقى في الاخر هنا اهو، مظبوط، وده كده بس كده. تقدر تكرر بهذا الشكل لو انت عايز تجيبها يعني يمين للشمال، عايز تجيبها شمال يمين وتكتب بالعربي، ما يجراش حاجه، هتبقى شكلها كويس برضو وكل حاجه. وكل ما عليك بقى وانك بتملى الكلام ده، تحط الصور ورابط الافيليت بتاعتك وتكتب الكلام ده، مراجعه كويسه، تقدر تشوف نماذج ليها كتير عن اي منتج على جوجل. يعني انت عايز تعمل مراجعه عن كاميرا جو برو، اكتب على جوجل مراجعات كاميرا جو برو وهتلاقي كتير جدا، خد منها وحط عندك، ويبقى عندك الصفحه بتاعتك، تعمل اعلانك، وبعدين تعمل باقي الصفحات اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي بتخليك تعمل تاخد الايميل والكلام ده كله وتبقى جاهز. طب ازاي بعمل بقيه الصفحات دي؟ صفحه بقى اللي هي بطريقه سهله، شفتوا ازاي تعمل البرودكت ريفيو؟ حاجه في منتهى السهوله. طب ازاي بقى تعمل اللي هو الصفحة التانية، اللي هي انت بقى عايزه يسجل لو دخل هنا وما عملش اللي انت عايزه، وعايزه بقى يسجل بقى الايميل بتاعه، فقلنا هنوديه على صفحة تانية باعلان، فهتروح داخل على تطبيق اسمه جيت ريسبونس، الروابط وكل حاجة هتوصلك على الايميل لو شفت المحاضرة لاخرها، تمام؟ زي ما حضرتك كده شايف، ده تطبيق بسيط جدا زي ما انتم شايفين على الانترنت، بتقدر تعمل منه الحاجات دي، اسعاره بتبدأ من $15 شهريا بس، تمام؟ تقدر تعمل بيه حاجه زي كده، ممكن تستخدم حاجات غيره برضه، بس ده اسهل واحلى حاجه، تمام؟ يعني ممكن تعمل ده برضه بالوورد بريس، بس هنا هتلاقي الحكايه دي بالذات اسهل واحلى. هتيجي بمنتهى البساطه تقول له كريت لاندنج بيج، تمام؟ اللي هي الصفحه اللي انا عايز اخد فيها الايميل، تمام كده؟ انا قلت له كريت لاندنج بيج، هاجي مثلا اخد مثلا الصفحه دي، تمام؟ اقول له ايه؟ يوز، واسميها اسم، تمام؟ واقول له مثلا ايه؟ كاميرا، اسميها مثلا كاميرا ريفيو، ينفع تسميها بالعربي، ينفع تسميها بالعربي، مفيش اي مشكله، تمام. وادي الصفحه. وبعدين فاكر في الفانل بتاعنا كان لما بيسجل هنا بيروح على صفحه شكر، الثانك يو بيج، ادي الثانك يو بيج بتاعت الصفحه دي، تقول له تمام، يقول لك تمام، قول له نيكست، هتبدا تعدل الصفحه دي بطريقه شبه اللي احنا شفناها بالظبط من شويه في الوورد بريس، بس هنا القوالب بتاعت اللاندنج بيج هتلاقيها جاهزه، لان دي قوالب معينه شويه. والميزه القويه جدا في جيت ريسبونس بالذات ان برضو القوالب اللي فيه دي مجربه، يعني القوالب دي هتحقق معاك نتائج، هتعمل لك ال 20% معدل تحول، وكل ما عليك هو انك تكتب بدلها، تمام؟ فانت لو بالانجليزي get your free copy now، اللي هو ايه؟ الكتاب المجاني بتاع ايه؟ بتاع التصوير الاحترافي. تقدر تكتب بالعربي؟ اه تقدر تكتب بالعربي، والشخص يسجل، تغير النص اللي على التكست ده تخليه مثلا ايه؟ register او get your book، get your book، او بالعربي مثلا سجل الان احصل على كتابك مجانا، وهكذا. وصلت الفكره اكيد؟ خلاص كده نيكست 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 وبس، وخلاص على كده تبقى عندك صفحه موجوده على الانترنت بمجرد ما تعمل الكام نيكست دول، اللي هي بتاعت الري تارجتنج اللي احنا اتكلمنا عليها، تمام؟ فاحنا برضو هنا برضو بالمناسبه هو حتى جابها لي بيقول لي شوف شكل الصفحه دي على الموبايل، الموبايل مهم، وراجعوا كده هل الشكل يناسبك ولا تحب تعدل في حاجه؟ اه يناسبني، حلو الكلام. طب عايز اشوف الصفحه دي هتبقى شكلها عامل ازاي بقى قبل ما ببلشها واخليها موجوده، بضغط بريفيو هيجيب لي شكلها هنا على الموبايل، عشان انا كنت واقف على الموبايل واقدر اشوف شكل الصفحه دي على الموبايل هيبقى عامل ازاي. فهمتوا الفكره يا جماعه؟ حاجه في منتهى الروعه، وهتوصلك مزيد من التفاصيل عن التطبيق ده بتاع جيت ريسبونس بعد المحاضره لو شفتها لاخرها على الايميل. حلو الكلام، حلو جدا، مش عايزين بقى نطول اكتر من كده ونكمل. طيب حلو يا جماعه، ايه رايكم في الكلام الجامد اللي انتوا سمعتوه ده؟ نشرب بقى بق ميه كده ونكمل ونشوف بقى ايه الشيء الرائع ده، وازاي بقى انت ممكن تبدا في حاجه زي كده. بس قبل ما نكمل، مين فيكم عنده هذا الشعور دلوقتي؟ عنده الاحساس ده، تمام؟ يعني اللي هو ايه ده؟ هي بالدرجه دي سهله؟ هو ينفع فعلا؟ انا ما كنتش فاكر الموضوع بالبساطه دي، وما كنتش اعرف ان هو مربح، ممكن يكون مربح بهذا الشكل. زي ما قلت لك ووريتك بشكل عملي، مفيش احسن من كده، مفيش حاجه تخليك تستنى انك، مفيش حاجه تخليك تستنى انك ما تبداش في حاجه زي كده في اسرع وقت، مش كده ولا ايه؟ كل اللي انت محتاجه بقى عشان تبدا الكلام ده هو انك عشان تبدا وتنجح باذن الله بشكل سريع نسبيا، انك تتعلم بشكل ايه؟ كثيف، يعني تتعلم كويس. مهما انا قلت في المحاضره انا مش قادر اقول لك كل اللي عندي وكل الحاجات اللي المفروض تعملها عشان تجيب نتائج، انا عايز اعرفك بس امكانيه حدوث ده، وريته لك بشكل عملي وشكل ان شاء الله اظن انه كان
كويس جدا. فانت محتاج تتعلم، لو تحب تتعلم اكتر من كده وتعرف معلومات اكتر، فاسمح لي اقدم لك البرنامج التدريبي المتكامل للتسويق الالكتروني والتجاره الالكترونيه الاصدار الثاني.